الرحمن الرحيم، تحية من ملعب المنزل لكل مشاهدي ومتابعي القناة الوطنية الثانية. النقل المباشر اليوم لوحدة من مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الملعب التونسي يستضيف شبيبة القيروان البقلاوة، مركز ثاني بعشر نقاط صحبة السي اس اس حاليا، وشبيبة القيروان المرتبة 11 بثلاث نقاط مع الجليزة. مباراة أكيد ستكون كالعادة مثيرة ومشوقة، خاصة أنه حتى اليوم في ملعب المنزل كل الأجواء أنه متوفرة لمشاهدة مباراة ممتازة على الميدان وحتى على المدارج. قبل ما نمشيو مع التشكيلات، الاستجوابات المباشرة من حافة الميدان، سامي بوعزيز عندك الكلمة. شكرا لك شهيرة، ومعايا الرئيس فرع كرة القدم بالشبيبة الرياضي القيرواني سي محمد السجني. سي محمد، سي توفيق السجني، تقريبا ظروف استثنائية بالنسبة للشبيبة الرياضية القيروانية، وسمعنا اليوم قلت لي آخر مقابلة ليك على رأس الإدارة الرئيسية بالنسبة للشبيبة الرياضية القيروانية عليه. على خاطر أني جيت في فترة الصيف في بداية التحضيرات مع كلفني سي حافظ العلاني، إن شاء الله أنا حكيت في أول الموسم قلت لهم فنيا الشبيبة ما تخوفش، إن شاء الله الهيئات الجديدة هذه فما ثلاثة قوائم نتاع انتخابات، إن شاء الله يكملوا الوصل والعمل اللي قمنا به، على خاطر عملنا جمعية تفرح برشا في جميع الفروع سواء هوند وفوت وباسكيت. معناتها يعني مش جي انتخابات ما عادش نجم نكمل، على خاطر خذيت الجمعية في ظروف صعيبة وعملت مهمة من المستحيل، عملنا جمعية وجيسكا قراس برشا من الناس وبرشا أحباء اللي وقفت على ساقها حتى لتو، ولا كانت تمشي للمجهود. توفيق، بصراحه نعرفوا الثلاثه قائمات ترشح رئاسه الشبيبه الرياضيه القيروانيه، منهم قائمتي منذر الممني محمد الممني، كذلك رفيق الهرقام، وكذلك سي توفيق الاسبوعي. انت كقريب للشبيبه الرياضيه القيروانيه، شكون تشوف الاقرب رئاسه الشبيبه الرياضيه القيروانيه سيرتو في الظرف هذا؟ والله هما ثلاثه قوائم، معناتها ثلاثه باهين، واللي راه اقرب يعني ما نعرفش سي رفيق الهرقام، ما نعرف سي توفيق السبوعي وسي محمد المامني، ان شاء الله يجيو يكملوا مع الهيئه السابقه، يسالوا العباد الكل ويواصلوا ويحاولوا يدخلوا بالماده توا ويعملوا الاداره يهيكلوها من لون جديد، ان شاء الله باش يلقاو جمعيه فنيا واقفه مليح، ما عندهمش قلق في بالنسبه للفنيا، ما عندهمش قلق. المشاكل الاداريه والمشاكل اللي تصير توا في الجمعيات الكل ان شاء الله تصفى القلوب ويكملوا مع بعضهم، والناس كله في مصلحه الشبيبه، والشبيبه راهي غاليه وعزيزه. سي توفيق، بسرعه، علاش فسختوا لسامي الحايس بالنسبه للاعب الشبيبه الرياضيه القيروانيه؟ والله سامي اني جبته وملاعب كبير، لكن ما فهمتش علاش كل يعمل برشا مشاكل. معناها الامور تاديبيه. امور تاديبيه. معناتها ممكن كيف يخرج من لونترينمون ولا مقابله يكون نرفو كهو، اما هو فنيا وكاخلاق معينه معناتها انسان متربي وملاعب كبير. ان شاء الله ان شاء الله ينجح. مشكور سي توفيق السجني شهير، هذه المداخله الاولى بالنسبه لرئيس فرع الشبيبه الرياضيه القيروانيه. قال تقريبا اليوم اخر مباراه لي بالنسبه على راس الفرع بالنسبه للشبيبه الرياضيه القيروانيه، في انتظار ممكن قائمه تربح من القوائم الكل. قال سي توفيق السجني النجم نرجع للتدريب ونلبي نداء الواجب بالنسبه للشبيبه الرياضيه القيروانيه. هذه مداخله اولى شهير، في انتظار نشوفوا معنا واحد ممكن من ملعب التونسي. رجع لك الخط. شكرا لك سامي. واكيد الشبيبه في فتره انتقاليه في انتظار موعد 26 اكتوبر والجلسه العامه الانتخابيه. دخول الزوز فرق حاليا لارضيه الميدان. الملعب التونسي امامكم على الصوره بازياء التقليديه الحمراء والخضراء، والشبيبه القيروانيه بالابيض والاخضر. اليوم كيف ما قلنا مباراه بين صاحب المركز الثاني الملعب التونسي والشبيبه القيروانيه مرتبه 11. مباراه كان من المفروض تتلعب في ملعب الهادي النايفر ببردو، لكن بأسباب كنت حدث عليها سامي اللي نرجع له نكمل معاك سامي قبل ما نبداو مع المباراة. سيمو شهير، سمعنا هما كما سمعنا الانترفونسيون بالنسبة الإدارية بالنسبة للشباب القيرواني، نعرفوها تمر بصراحة بظروف سنوية، ما نجموش قبل المقابلة ما نسويوش على الحكاية هذه، لكن فنيا باش نحكيو مع المدرب المساعد الملعب التونسي محمد العياري. يظهر لي امور استثنائيه ومسيره ورديه بالنسبه للملعب التونسي، ما تقلقهمش حكايه انهيار يعني الجدار نتاع الملعب التونسي، وخليكم اليوم تتنقلوا لارضيه المنزه. تقول انت الابليكاسيون كيما ملعب النايفر كيما المنزه اليوم ولا؟ اكيد ارضيه الميدان تختلف، لكن شوف احنا توا
معناتها لازمنا نكونوا توا سي توا نقولوا تور كله تور، معناتها جينا لهنا المنزة عاقدين العزم ان شاء الله باش نجيبوا 3 نقاط ونأكدوا معناتها صحوة الملعب التونسي في بداية الموسم ان شاء الله، معناتها يكونوا الاولاد حاضرين وان شاء الله نتوجوا ان شاء الله ب3 نقاط اللي هي مهمة جدا. ما يلزمناش نخموا في حتى شيء يعيق الملعب التونسي البداية اللي قاعد يقدم فيها، لازمنا كونسونتري سور نوتر ماتش قدامنا الشباب القيرواني اللي هو خصم معناتها محترم جدا والناس الكل تعرفوا اللي هو بيبينيير في تونس وعنده ديما حم لاعبيه صغار يحبوا يلعبوا كوره، ان شاء الله نشوفوا مباراه ممتازه على جميع المستويات ونشوفوا فيها اهداف، وكالعاده ان شاء الله الحليف والنصر نتاع الملعب التونسي 3 نقاط باش ياكد معناتها زاده صدارته للترتيب نتاع الدوري ان شاء الله الموسم هذا. سي محمد بصراحه يقول لك الوصول الى القمه سهل لكن البقاء في القمه هو الاصعب والاصعب، كيفاش حضرتوا انتوما الملاعبيه نتاعكم باش يكملوا المسيره الورديه هذه؟ سورتو نعرفوا الماتشات هذه القاد قد ما يزيد الملعب التونسي ينتصر قد ما تكون المسؤوليه بالنسبه للجماهير اصعب واصعب. اكيد راه شوف الواحد لازم يعرف كيفاش يكون المانتيان ليكيليبر نتاعو، نحن بعد مباراه نادي الافريقي فرحنا صحيح مباراه كانت ممتازه على جميع المستويات، ومن بعد حطينا الملاعبيه في اطارهم قلنا لهم راهو سي مباراه نادي الافريقي فزنا بها توا نحضروا مباراه معناتها الشباب القيرواني، وهذا بالتاكيد الملاعبيه عارفينه واللي كان موجود في التمارين شاف معناتها التركيز نتاعنا على العامل البدني وخاصه على العامل الذهني باش الملاعبين ديما يقعدوا على ساقيهم على الارض وان شاء الله نفوزوا ب3 نقاط، وتحيه للجمهور اللي جاي موجود هنا يساند في الملعب التونسي ان شاء الله. مشكور محمد العياري المدرب المساعد للملعب التونسي، ان شاء الله اليوم زاد شهير تعلقنا على ماتش به وعشويه مزيانه برشا نشوفوا فيها برشا اهداف والمتعه والمصلحه للمشاهد على الوطنيه الثانيه شهير. شكرا لك سامي ولحظات على انطلاقه المباراه بين الملعب التونسي والشبيبه اليوم الشبيبه بمدرب جديد هو عامر دربال ابن النادي اللي يخلف الحبيب بن رمضان امامكم على الصوره، عامر دربال في مسيره جديده كمدرب مع الشبيبه خدم الشبيبه من كل النواحي، في الجهه المقابله ايضا مدرب شاب هو محمد المكشر اليوم الشبيبه بعلي الفريوي في المرمى رقم 13 معاه في الدفاع على بن دحنوسه وعلى حمدي رقم 3 قائد الفريق، 2 حمزه الربعي، 32 رامي بوشنيبه، 23 سليم باشا، وانطلاقه المباراه حاليا 21 ايكالي تراوري، 8 رياض الفريوي، 6 محمد المطيري، 10 محمد العويشي، 7 صبري الزايدي، و30 الشاب حسين المناعي. الاحتياط بالنسبه لجي اس كا شرف الدين الغذاوي حارس مرمى الثاني معه مصعب ساسي، ياسين الصالحي، سيف الدين المسكيني، اسامه الرمضان، هيثم العيوني وبلال الحربي. الملعب التونسي مع مدرب محمد المكشر اليوم في المرمى قيس العمدوني رقم 1، 13 محمد بن علي قائد الفريق، 12 نضال اللافي، 20 جاسر الخميري، 2 حسام بنينه، 33 حمزه حده، 17 حمزه الهمامي، 10 الياس الجلاسي، 15 ايمن الصفاقسي، 7 ربيع الحمري، و11 البنيني جاك بيسان. بالنسبه للاحتياط نلقاو عزيز السلامي الحارس الثاني مع محمد صالح المهذبي، ايمن الكثيري، محمد مبارك الموريتاني، حمزه الخضراوي، مروان الميهوبي، وهيكل الشيخاوي. طاقم تحكيم المباراه حكم رئيسي عامر شوشان من رابطه سوسه، ثاني مبارياته في الرابطه المحترفه الاولى هذا الموسم، مساعد اول محمد بكير، مساعد ثاني اسكندر جاب الله، حكم رابع اسامه شريط، ومراقب المباراه محمد المدب. البدايه بكوره للملعب التونسي، هذه الاعاده لضربه المخالفه الاخيره، الياس الجلاسي ياخذ الكوره، مايسترو البقلاوه الياس الجلاسي، واليوم اكيد نحبوا مباراه حلاوه بحلاوه بين بقلاوه البي بين الملعب التونسي ومقروض القيروان، واكيد مع المباراه هذه مباراه ان شاء الله تكون ممتازه، ان شاء الله تكون ايضا بكل روح رياضيه كما قلنا سواء على المدارج او حتى على الملعب. الكوره والامتلاك للملعب التونسي مع نضال اللافي يدخل في التشكيله الاساسيه، يلعب كره مع ربيع الحمري، مقطوعه الكره من دفاع الشبيبه القيروانيه طويله في اتجاه حارس المرمى، يخرج قيس العمدوني، يخرج قيس العمدوني، يرجع الكره دائما للملعب التونسي، تمشي في محور الدفاع، العوده بكره للياس الجلاسي، يمشي الياس الجلاسي يبحث عن المسانده، يبدل الكره، يمشي في محور الدفاع، دائما الملعب التونسي قاعد يتدرج من دفاعه الى وسط الميدان الى المنطقه الهجوميه لمباغته الشبيبه منذ البدايه، والمباراه في دقيقتها الثالثه، ما زلنا ننتظر الفرص وما زلنا ننتظر الاهداف، على انه زوز فرق عودونا بالاهداف، عودونا بالفرج ايضا،
في سواء في باردو او حتى في القيروان. اليوم ننتظر المنافسه وننتظر الاهداف والفرجه وكل ما يهم المباراه هذه ان شاء الله يكون بامتياز. ترجع كره مقطوعه من ايكالي تراوري في وسط الميدان للشبيبه القيروانيه. ارجع الكره بين زوز ملاعبيه في الاخير مقطوعه للملعب التونسي على الجهه اليمنى. يمشي ايمن الاسفيقسي ما يخوش الكره قبلها تم المخالفه لمحمد بن علي. ضربه المخالفه للملعب التونسي اللي بدا يقرب اكثر من مناطق الشبيبه. هذه الاعاده والسقوط من حمزه الهمامي ليربح ضربه المخالفه. متوسط ميدان الملعب التونسي نتائج ايجابيه للبقلاوه مع بدايه هذا الموسم، 3 انتصارات وتعادل مع مدرب شاب المدرب محمد المكشر. كرة المخالفة دائما للملعب التونسي اللي ينطلق نحو مناطق الشبيبة القيروانية منذ البداية. كرة المخالفة أمامكم على الصورة والحكم عامر شوشاني نبع لاعبية الزوز فرق. رفع الكرة في منطقة الجزاء ترجع من الدفاع مقطوعة من الياس جلاسي. يخرج الكرة كيف ما جات، رمية التماس تمشي للشبيبة القيروانية. التنفيذ لعلاء بن دحنوس، يلعب كرة بسرعة علاء بن دحنوس. شبيبة تبحث عن مباغتة أيضا الملعب التونسي خاصة مع تواجد حسين المناعي في الناحية الهجومية. وراه نلقى محمد العويشي وصبري الزايدي. ترجع الكرة دائما للشبيبة في محور الدفاع إلى رامي بوشنيبة. طويلة كرة رامي بوشنيبة في مناطق جزاء الملعب التونسي، لكن أسبق موجود الحارس قيس العمدوني. بسرعة قيس العمدوني يلعب الكرة مع نضال اللافي في التشكيلة الأساسية اليوم. نضال اللافي خاصة في غياب سيف الدين بن عكرمي بسبب الإنذار الثالث. أيضا الملعب التونسي اليوم يعاني من غياب جونيور لوسوكو الكونغولي اللي تأخرت عودته بعد ما لعب مع منتخب بلاده والمنتخب الكونغولي. هذه كرة للشبيبة القيروانية، توزيعة في مناطق الملعب التونسي ولكن تمشي خارج الميدان من حمزة الربعي. قلت الملعب التونسي اليوم غيب عليه بالاضافه لسيف العكرمي جونيور لوسوكو ويوسف الترابلسي المصاب. دخول نضال اللافي منذ البدايه وايضا البنيني جاك بيسان في تشكيله الملعب التونسي. في المقابل الشبيبه القيروانيه بثلاثه تغييرات مقارنه باخر مباراه تلعبها في البطوله. دخول على بن دحنوس، سليم باشا وحسان المناعي، بقى هيثم العيوني وبلال الحربي على مقعد البدلاء وغياب ايهاب العدامي. وترجع الكرة حاليا دائما في محور دفاع الشبيبة القيروانية من سليم باشا. ومن يكون الباشا مع نهاية المباراة؟ مباراة أكيد كل فريق يبحث من خلالها على الانتصار. الشبيبة من أجل تحقيق أول الانتصارات في بطولة هذا الموسم بعد 3 تعادلات وهزيمة. والملعب التونسي من أجل مواصلة السلسلة الوردية والتصدر والبقاء في الصدارة. خاصة أيضا أنه مباراة أخرى تلعب في ملعب الطيب المهيري بين السي اس اس والنادي الإفريقي. أكيد أحباء الملعب التونسي أذانهم أيضا على مباراة ملعب الطيب المهيري. وضربة المخالفة حاليا للشبيبة القيروانية. عودة كل لاعبي الملعب التونسي للمناطق الدفاعية. كرة المخالفة تتنفذ في القائم الأول. يرجع جاك بيسون ويخرج الكرة. جاك بيسون يرجع كمدافع ويمنع الكرة الأخيرة. يرجع للشبيبة القيروانية لكن كرة للتماس ما يخلطش عليها على بن دحنوس. يمشي رمي التماس للملعب التونسي. محمد بن علي في تنفيذ التماس. هؤلاء يخلي الكرة الياس جلاسي بسرعة يلعب كرة لبن علي. العودة للجهة اليسرى وين موجود حسام بدينا اللاعب السابق أيضا للشبيبة القيروانية. لاعب ممتاز تو نشوفوا المهارات الدفاعية تاع حسام بدينا. أيضا نستناو الشبان الشبيبة والشبيبة وعامر دربال الاعتماد على الشبان خاصة مع الصعوبات في التحضيرات مع بداية الموسم. ننتظر اليوم المنافسة وننتظر المواجهة 71 لمن ستكون التاريخ وعلى السبقية. دائما كانت أفضل للملعب التونسي ب 27 انتصار مقابل 12 فقط للجي اس كا 31 تعادل. الأرقام أكيد ستتغير اليوم، المعطيات ستتغير أما بالتعادل أو بالانتصار أو الهزيمة. وكرة ترجع من محور دفاع الشبيبة القيروانية إلى حارس مرمى الملعب التونسي قيس العمدوني الحارس السابق للأولمبي الباجي. كرة في محور الدفاع دائما لجسر الخميري. جاسر الخميري لحسام بنينا. يمشي حسام بنينا يقدم يربح اكثر الامتار. يلعب كره في اتجاه نضال اللافي ما يخوهاش. اللافي مقطوعه
من حمزه الربعي، حمزه الربعي في محور دفاع على الشبيبه يحطها في الركنيه. الضغط كان ممتاز من نضال الليفي، وحمزه الربعي يحط الكره في الركنيه. أول الركنيات بالنسبة للملعب التونسي في مباراة اليوم. أكيد الكرات الثابتة هامة وهامة جدا، نجم تلعب مباراة كاملة ما توصلش للمرمى، وبكرة ثابتة تحقق الانتصار. كرة الركنية تنفيذ في القائمة الثانية، يخرج الحارس علي الفريوي، يخرج علي الفريوي ويرجع الحكم محمد بكير بإشارة لضربة مخالفة لحارس الشبيبة القيروانية. قلت الشبيبة مرتبة 11 بثلاثة نقاط، ثلاثة تعادلات وهزيمة، وحتى خط الهجوم إلى حد الآن تقريبا مش موجود بالكيفية المطلوبة. زوج أهداف فقط سجلها لاعبية الشبيبة وقبولهم لخمس أهداف كاملة. هذه كرة في محور دفاع الملعب التونسي. صبري الزايدي، الزايدي خرج الكرة والتوزيعة ولا التدخل والركنية. الركنية المرة هذه للشبيبة القيروانية، كانت كرة أخيرة وتدخل دفاع الملعب التونسي في الوقت المناسب. ترجع الكرة بركنية أولى للشبيبة القيروانية. الشبيبة وضربة الركنية، يمشي للتنفيذ صبري الزايدي للعب كرة الركنية بالنسبة للشبيبة القيروانية. عودة كل لاعبي الملعب التونسي كالعادة للمناطق الدفاعية، الكل يدافع والكل يهاجم من أجل مصلحة الملعب التونسي. كرة الركنية في انتظار التنفيذ للشبيبة القيروانية، تمشي كرة أرضية ما ياخذهاش عيكالي تراوري، ترجع كرة لصبري الزايدي، التوزيع والتدخل من جاسر الخميري. التدخل كرة دائما للملعب التونسي ومقطوعة للشبيبة القيروانية من قائد الفريق على بن دحنوس، والمخالفة المخالفة قريب من الكرة. الحكم عامر شوشان يعطي ضربة مخالفة للشبيبة القيروانية. كانت الكرة بين حمزة الهمامي ومحمد المتيري، هذه الإعادة والانزلاقية من حمزة الهمامي وضربة المخالفة. مخالفة للشبيبة القيروانية. بدأت تتعدد الكرات الثابتة، وكل فريق وطريقة استغلاله بطبيعة للكرات الثابتة. مباراة مذكر في ملعب المنزه. محمد المكشر يحكي مع خط الدفاع، أكيد للتركيز أكثر. كرة ترفع في منطقة الجزاء، تخرج من جاك بيسون، يرجع جاك بيسون في كل مرة وقت تبدأ كرة اختيرة للشبيبة القيروانية. ورمية التماس، حمزة الربعي يلعب كرة على طريقة الإنجليزية، تماس كويل في منطقة الجزاء يلعب كرة، حمزة الربعي في منطقة الجزاء الركنية ولاش يقول المساعد. ضربة 6 أمتار، تعود الكرة بضربة 6 أمتار للملعب التونسي. الشبيبة ما تربحش الملعب التونسي من ديسمبر 2013، ننتظر اليوم المواجهة كيف ما قلنا عدد 71. هل تتغير الأرقام والمعطيات أم أنه يواصل الملعب التونسي السيطرة، خاصة أنه موسم فارض كان فيها الانتصار ذهابا وإيابا للملعب التونسي على الشبيبة سواء في باردو أو في القيروان. ترجع الكرة في محور الدفاع للملعب التونسي، يمشي حسام بنينة طويلة الكرة مقطوعة، فمشى المخالفة، كان قريبا الحكم يعطي الكرة محمد المتيري لصبري الزايدي. صبري الزايدي، الزايدي شو يعمل بالكرة للمتيري مرة أخرى، يتعدى المتيري ولا التماس؟ التماس بعد التدخل من نضال اللافي. نضال اللافي لاعب الشاب ابن الملعب التونسي. ترجع الكرة بسرعة، كرة التماس للشبيبة القيروانية. والمباراة إلى حد الآن ننتظر فيها فرص، ننتظر فيها الأهداف أيضا. أربع مباريات أخيرة، أربع مواجهات أخيرة، عرفت تسجيل الأهداف، لما لا ما تكون إن شاء الله المواجهة الخامسة أيضا بحضور الأهداف في ملعب المنزه. قبل هذا يبدو لي ثم إصابة لجسر الخميري مدافع على ملعب التونسي، وممكن يكون تعويضه بمروان الميهوبي. ممكن يكون التعويض الأول اضطراري لمحمد المكشر، أمامكم على الصورة مروان الميهوبي، وتغيير اضطراري قادم بالنسبة للملعب التونسي. ولو أنه مشاركة جاسر الخميري كانت بين الشك واليقين، عنده إصابة قديمة ممكن تحيرت عليها الإصابة. أمامكم على الصورة محمد المكشر، محمد المكشر اللاعب السابق للنجم الساحلي النادي الإفريقي، وأيضا كان يلعب في الشبيبة القيروانية. محمد المكشر موسم 2006-2007 مسيرة تدريبية انطلقت مع شبان النجم، ثم مساعد أيضا في النجم وفي الإفريقي قبل ما ياخو قصر الهلال ويعمل معاه نتائج إيجابية 2011 أمام حمام سوسة الروي وهلال الشابة.
ولا التعويض الاول، تعويض اضطراري. يمشي مروان الميهوبي لتعويض جاسر الخميري. جاسر الخميري ان شاء الله سلامات لكل لاعبي النجم، لكل لاعبي الملعب التونسي وايضا شبيبه القيروان. جاسر الخميري واحد من اللاعبيه الواعدين، من اللاعبيه اللي ممكن نراوهم في المنتخب الوطني التونسي، علاش لا؟ لانه قاعد يقدم في مباريات ممتازه. ان شاء الله يرجع سريعا للميادين. الكره ترجع حاليا خلفه، يبدو لي ايضا اصابه للشبيبه القيروانيه. مباراه فيها اندفاع اكيد وهذا مفهوم، كل فريق يبحث عن الانتصار، يبحث عن التسجيل. التدخل الاخير كان على حمزه الربعي من جاك بيسون، ايضا لاعب شاب حمزه الربعي. والكره باش ترجع بضربه مخالفه للملعب التونسي. ان شاء الله السلامات لحمزه الربعي. مباراه الى حد الان مازلنا نستناو فيها ايضا ارتفاع النسق اكثر، لانه منحصره نوعا ما ممكن في وسط الميدان اكثر. ننتظر التوغلات سواء على اليمين او على اليسار، استعمال الاروقه، استعمال التصويب والتسديد من بعيد، ايضا الكرات الثابته، كلها يعني اسلحه ينجموا يستعملوها زوز فرق اليوم، وكله لمتعه المشاهد ومتعه كره القدم لا تكون الا بتسجيل الاهداف بطبيعه. كره التماس بسرعه للملعب التونسي وتخرج من جديد تماس. التماس للملعب التونسي بسرعه، كره ترجع في محور الدفاع للملعب التونسي. العوده لمروان الميهوبي، ياخو اول كره مروان الميهوبي بعد دخوله منذ قليل، وتعويضه لجاسر الخميري. كره دائما للملعب التونسي، التوغل ممتاز، كره اخيره دائما للبقلاوه في منطقه الجزاء، توزيع كره بالراس فوق المرمى. الكره الاخيره من ربيعه الحمري بالراس فوق المرمى لارتماء، كانت كره ممتازه. شوفوا الاعاده والراسيه، شوف هنا التوزيعه وراسيه ربيعه الحمري فوق المرمى، فوق مرمى الحارس علي الفريوي. تقريبا اكثر الفرص الواضحه في ربع ساعه لعب الى حد الان في هذا الشوط الاول. نذكر نتيجه دائما متعادله دون اهداف بين الملعب التونسي والشبيبه القيروانيه. الشبيبه مره واحده تربح الملعب التونسي في تونس موسم 95-96. اليوم كيف ما قلنا كل واحد وحساباته، كل واحد وانتظاراته من مباراه بطوله، مباراه جوله خامسه. الكره للشبيبه القيروانيه، البحث عن الحلول بالنسبه للشبيبه. كره فيها مخالفه، فيها مخالفه بعد التدخل الاخير على حسن المناعي. 18 سنه لهذا اللاعب، وبالتحديد 17 سنه وبعض الاشهر. حسن المناعي في اول مباراه لي كاساسي استنجد بها المدرب عامر دربال. هذه الاعاده مره اخرى ولا مخالفه؟ ضربة المخالفة للشبيبة القيروانية. على الكرة محمد العويشي، محمد العويشي أيضا إلى جانبه موجود حمزة الربعي ليرجع السلامات للميدان. كيف سيكون التنفيذ؟ أكيد أنه التوزيع ممكن يكون مع تواجد خاصة طوال القامة في منطقة الجزاء للشبيبة القيروانية. على الكرة وضربة المخالفة محمد العويشي. العويشي ايش يعمل بالكرة؟ وحمزة الربعي ممكن هو اللي يوزع عليه. العويشي يوزع على الكرة، يخرج قيس العمدوني، يخرج قيس العمدوني، يرجع لياسر الجلاسي يغطي على الكرة، ويرجع الملعب التونسي في هجمة معاكسة، تخرج الكرة لا، يقول الحكم ما خرجتش. الربعي كان في كرة أخيرة، أو ربيع الحمري كان في كرة أخيرة، حب من خلالها يعكس الهجمة ولكن أسبق منه دفاع الشبيبة. يرجع الكرة دائما للملعب التونسي. يمشي مروان الميهوبي، العودة لمحور الدفاع إلى حسام بنينة. حسام بنينة ياخذ الجهة اليمنى للدفاع، ومروان الميهوبي يجي للجهة اليسرى، وكرة دائما للملعب التونسي لمحور الدفاع مرة أخرى. شوف الكرة وقت ما لقاوش الحلول من لاعبية الملعب التونسي، العودة للدفاع والانطلاق من الدفاع حتى وسط الميدان للهجوم، يعني التدرج بالكرة. وهذه كرة في الرواق الأيسر دائما للملعب التونسي. نضال اللافي، نضال اللافي يتعدى، يوزع على الكرة نضال اللافي في منطقة الجزاء، البحث عن التصويب، وترجع من الدفاع، ترجع من دفاع الشبيبة القيروانية. الكرة الأخيرة كانت ممتازة من ربيع اللافي أو نضال اللافي اللي خرج الكرة، وترجع من جديد للملعب التونسي. الملعب التونسي يحسن الامتلاك إلى حد الآن في شوط أول، وصلنا فيه ل 18 دقيقة لعب. ما زالت النتيجة بيضاء، ما زالت متعادلة دون أهداف. ننتظر أول الأهداف.
سواء للشبيبة أو للملعب التونسي. المفيد به أنه هذا الشوط نشوفوا فيه تسجيل الأهداف وكل للمتعة والإثارة والتشويق. كرة المخالفة بسرعة الياس الجلاسي، يمشي جلاسي يرفع الكرة الياس الجلاسي لأيمن الأسفاقسي، ما يخلطش على الكرة أيمن الأسفاقسي، أسبق منه علي بالدحنوس، يخلي الكرة تمشي خارج الميدان. ضربة 6 أمتار يتيح علي الفريوي على الأرضية. إن شاء الله إذا سلامات لحارس الشبيبة القيروانية علي الفريوي، أمامكم على الصورة 25 سنة لحارس الشبيبة، متر 86. وهذا أمامكم عامر دربال مدرب الشبيبة. عامر دربال وأول مبارياته، هذه الإعادة مرة أخرى للكرة الأخيرة، ولا التدخل من الإطار الطبي للشبيبة القيروانية، ومواجهة بين زوز مدربين شبان. محمد المكشر على الصورة 43 سنة، وأيضا في الجهة المقابلة عامر دربال 40 سنة. ممكن كيقولوا شبان في أوروبا ما نقولوش 40 أو 43 سنة، لكن في تونس مدربين مازالوا كي بداوا المسيرة نتاعهم، مدربين مازالوا كيف بداوا يلوجوا ممكن على مكانهم في الرابطة المحترفة الأولى. الشبيبة القيروانية كيف ما قلنا بدأت مع الحبيب برمضان أربع جولات، ثم غيرت المدرب، أو بالأحرى حبيب برمضان هو اللي غادر نحو نجران السعودي. والاستنجاد بعامر دربال. في الجهة المقابلة محمد المكشر، بداية التحضيرات كانت مع الملعب التونسي، نتائج وردية، نتائج ممتازة إلى حد الآن. بالنسبة للبقلاوة، الفوز على المنستير، على الملعب الجابسي، على النادي الإفريقي، والتعادل مع الترجي، وحتى ممكن من الأرقام الإيجابية أخرى أنه البقلاوة سجلت في كل المباريات إلى حد الآن 8 أهداف لخط هجوم الملعب التونسي. ننتظر اليوم هل أنه يواصل التهديف خط هجوم الملعب التونسي، أو أنه دفاع الشبيبة عنده كلمته في مباراة اليوم. ترجع الكرة من محور دفاع الملعب التونسي في وسط الميدان، يمشي على الكرة ربيع الحمري ما ياخوهاش، ترجع للشبيبة القيروانية مقطوعة لأيمن الأسفاقسي، اللاعب السابق للنجم الساحلي أولمبيك سيدي بوزيد. كرة في دائرة وسط الميدان الياس الجلاسي، جلاسي كل الكرات تمر عبر الياس جلاسي. بالنسبة للملعب التونسي يبحث عن لاعب غير موجود في محاصرة، والتدخل هنا من الدفاع من علي بن دحنوس يحط الكرة في التماس. التماس للملعب التونسي، يمشي للتنفيذ محمد بن علي قائد الفريق الظهير الأيمن. محمد بن علي يلعب كرة التماس. وصلنا إلى حد الآن 21 دقيقة لعب، ما زالت نتيجة متعادلة. كرة للياس الجلاسي، الياس الجلاسي كرة دائما للملعب التونسي على مستوى منطقة الجزاء لحمزة الهمامي، ولكن مقطوعة بمخالفة، مخالفة للشبيبة القيروانية يتحصل عليها رياض الفريوي. هذه الإعادة مرة أخرى للقطة الأخيرة، اللقطة فنية كانت من رياض الفريوي، ولكن يربح أيضا ضربة المخالفة. الشبيبة دفاعيا إلى حد الآن واقفة كما يجب، هذه عادة لكرة أخيرة، وتدخل لرياض الفريوي ليربح منها ضربة المخالفة. كل اللقطات والجزئيات في مباراة اليوم في ملعب المنزه كالعادة، المخرج محمد علي شريف يعطينا كل الزوايا. وكرة ترجع حاليا للملعب التونسي في عكس الهجمة، الملعب التونسي يتعدى ممتاز الكرة من ربيع الحمري، ولكن في الأخير التماس أسبق منه الكرة، يرجع تماس للشبيبة القيروانية. التنفيذ لحمزة الربعي، يمشي حمزة الربعي حكم المباراة عامر شوشاني يقول له ترجع تنفذ من مكانها. وين موجود عامر دربال أمام مقعد بدلاء الشبيبة القيروانية، يلعب الكرة طويلة في مناطق الملعب التونسي. التدخل ولا التماس مرة أخرى، كان التدخل الأخير من نضال اللافي، وكرة في التماس، تماس للشبيبة القيروانية بعد ما كان أمام مقعد بدلاء جي اس كا، يتحول أمام مقعد بدلاء الملعب التونسي. وكالعادة التنفيذ من حمزة للربعي بتماس طويل في مناطق الجزاء. حمزة للربعي يلعب التماس، المرة هذه يلعبها ثنائية للكرة، البحث عن واحد من اللاعبين اللي يكونوا ممكن ما همش في محاصرة صعبة ممكن الأمور، لأنه كل لاعب تقريبا في الملعب عنده محاصرة لصيقة ومباراة داخل المباراة بين كل اللاعبين. ولا التماس كالعادة حمزة للربعي، حمزة للربعي يلعب تماس طويلة، تدخل الدفاع في الملعب التونسي، وترجع الكرة للشبيبة لا مروان المهوبي يقطعها لياس الجلاسي طويلة لجاك بيصو، مقطوعة، مقطوعة الكرة للشبيبة القيروانية من سليم باشا العائد للتشكيلة الأساسية. سليم باشا
بعد ما كانت هناك بعض المشاكل الإدارية، ولكن في الأخير خطية مالية. والعودة للتشكيلة الأساسية بالنسبة لسليم مباشا، كرة في وسط الميدان الياس الجلاسي، الياس الجلاسي تمريرته ما يخويش جاك بيسون، مقطوعة من خط الدفاع، نرجع من جديد للشبيبة القيروانية، شوف التمريرات القصيرة بين ملاعبي الشبيبة ثم الاعتماد على الكرات الطويلة، هذه كرة من مروان المهوبي ولكن موجودة الحارس قيس العمدوني، قيس العمدوني ياخذ الكرة، ترجع من جديد في اتجاه حمزة حدة، حمزة حدة يمشي، حمزة حدة يلعب الكرة مع الجلاسي، جلاسي جلاسي ابن جمعية البطان يرجع بالكرة لحمزة حدة مرة أخرى، الكرات القصيرة لملاعبي الملعب التونسي كالعادة للخروج من المناطق الدفاعية نحو المناطق الهجومية، يمشي مروان اللميهوبي يلعب الكرة مع نضال اللافي، نضال اللافي، نضال يرجع بالكرة للخلف دائما لصالح الملعب التونسي، الضغط من ملاعبي الشبيبة ولكن كرة يحافظ عليها الملعب التونسي، مقطوعة للشبيبة القيروانية دون عنوان، موجود مروان اللميهوبي يعمل الكنترول، نرجع كرة للشبيبة القيروانية مقطوعة للملعب التونسي، ممتازة التمريرة الأخيرة، الياس الجلاسي، الجلاسي يستحفظ على الكرة، الجلاسي يوزع يبدل كليا من اليسار لليمين، أيمن الصفاقسي ما يخوش الكرة، أيمن الصفاقسي وضربة المخالفة، المخالفة للشبيبة القيروانية في لقطة أخيرة كان فيها الملعب التونسي بدا كما يجب الهجمة ولكن ما كملتش بما أنه دفاع الشبيبة أيضا واقف، هذه الإعادة، الياس الجلاسي كان خذ الكرة وبدل الاتجاه كليا لأيمن الصفاقسي ولكن كرة ما وصلتش للصفاقسي، ضربة المخالفة، مباراة يحضرها تقريبا 2000 متفرج من جمهور الملعب التونسي، 3000 تذكرة تم طبعها لجمهور الملعب التونسي ولكن في الأخير تقريبا العدد ما يتجاوزش 2000، تعودنا بالبقلاوة تلعب في باردو، الملعب التونسي يكون في ملعب الهادي النايفر ولكن كيف ما شفنا أنه بعد الأمطار الأخيرة ثم جزء من حائط ملعب التمارين يسقط في ملعب باردو، هذا ما خلى المباراة تكون في ملعب المنزة، هذه الإعادة مرة أخرى لضربة المخالفة، ترفع الكرة في منطقة الجزاء ولكن مقطوعة من دفاع الملعب التونسي، ترجع الكرة قيروانية، الكرة لمحمد المتيري، المتيري فيها مخالفة لا، الحكم يقول يتواصل اللعب، وترجع كرة لياس الجلاسي، جاك بيسون ياخذ كرة لا، رامي بوشنيبة قبله، موجود رامي بوشنيبة، موجود رامي بوشنيبة وترجع الكرة، كانت انزلاقية ممتازة أيضا للملعب التونسي ولكن المطالبة أن الكرة فيها مخالفة من جمهور البقلاوة، الحكم عمرو شوشين قريب يقول لا تتلعب الكرة وترجع ما ثماش المخالفة، على أرضية الميدان محمد المتيري من جانب الشبيبة القيروانية، إن شاء الله السلامات، قلنا أنه مباراة كان فيها تغيير اضطراري أول، جاسر الخميري غادر وخلى مكانه لمروان الميهوبي، وكرة المخالفة أو رمية التماس، باش يقول الحكم كرة ترجع للشبيبة القيروانية، أرجع بسرعة للشبيبة، طويلة الكرة من دفاع الشبيبة إلى مروان اللميهوبي، مروان يرجع الكرة لحارس مرمى قيس العمدوني، مباراة إلى حد الآن رغم وصولنا ل 27 دقيقة لعب لكن ما شفناش فيها برشا فرص، هذه الإعادة مرة أخرى للقطة اللي كانت محل نقاش، كرة مقطوعة من على بن دحنوس، على بن دحنوس إلى أيكالي تراوري، أيكالي تراوري اللاعب الغيني يرجع كرة لرامي بوشنيبة، طويلة كرة رامي بوشنيبة، يلوج على صبري الزايدي ولكن مقطوعة كرة جاك بيسون، جاك بيسون كرة دائما للملعب التونسي، ملعب التونسي عن طريق ربيع الحمري، ربيع للياس الجلاسي يربح المخالفة، يربح المخالفة الياس الجلاسي، تتنفذ كرة بسرعة لعمر شوشين، يرجع يقول تتنفذ الكرة من مكانها، هذه الإعادة مرة أخرى. لقطة فنية من الياس الجلاسي والتدخل من الغيني أيكالي تراوري، ضربة المخالفة ودخول مروان الميهوبي للمعادلة الهجومية من جانب الملعب التونسي، الكل في الكل، الكل من أجل التسجيل ومن أجل افتتاح النتيجة سواء للملعب التونسي أو للشبيبة، كرة المخالفة يلعب الكرة دائما للملعب التونسي قريبة من المناطق الجزاء، تخرج من دفاع الشبيبة، تخرج من دفاع الشبيبة بسرعة يحاول يعكس الهجمة ولكن الياس الجلاسي ياخذ الكرة الأخيرة، العودة لحارس المرمى قيس العمدوني،
عيسى العمدوني لحد الان تقريبا مرتاح في هذا الشوط الاول. كيف وكيف حارس الشبيبة علي الفريوي ما شفناش برشا كرات على حراس المرمى. مباراة منحصرة أكثر في وسط الميدان أيضا مع عدم وجود تناسق كبير بين الملعبية إلى حد الآن. والكرة لربيع الحمري يمشي من الرواق الأيسر يدخل لوسط الميدان وكرة للحسام مبنينة. حسام مبنينة مع أيمن الأسفاقسي ترجع له كرة من جديد. ترجع الكرة حمزة حدة إلى مروان الميهوبي يعمل المراوغة. مروان الميهوبي مازال محافظ على الكرة. الميهوبي مقطوع من أيكالي تراوري مخطئة في اتجاه نضال الليفي. نضال الليفي يرفع الكرة عالية في منطقة الجزاء تدخل من الدفاع. ترجع الكرة من سليم مباشا يمشي الكرة للشبيبة وللملعب التونسي. مقطوع على الملعب التونسي. هو ممتاز العملية الأخيرة من ربيع الحمري. ربيع الحمري يربح المخالفة. سلسلة من المراوغات يحافظ على الكرة ويجيب ضربة المخالفة. هذا اللاعب المتميز كان سجل هدف الجولة الفارطة ضد النادي الإفريقي ربيع الحمري. واحد من اللاعبية اللي نستناو بينا منهم برشا هذا الموسم. شوف الإعادة بين زوز اللاعبية ياخذ الكرة مرة الأولى ومرة الثانية. وأيكالي تراوري في المتابعة يقول ممنوع المرور ولكن بارتكاب ضربة مخالفة. المخالفة مرة أخرى للملعب التونسي وكم هي عديدة المخالفات إلى حد الآن في مباراة اليوم. مباراة نذكر من الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الياس الأجلاسي على الكرة. الياس الأجلاسي وعودة كل لاعبي الشبيبة للمناطق الدفاعية. يرفع كرة يلعب ثنائي مع حمزة حدة. يخلط على الكرة حمزة حدة قبل ما تخرج للتماس لكن تمشي ضربة 6 أمتار. ضربة 6 أمتار الكرة الأخيرة للشبيبة القيروانية. نصف ساعة لعب في المباراة ما زلنا ننتظر. نذكر الشبيبة خسرت جولة أولى أمام الملعب أمام النجم الساحلي. تعادلت مع نادي الرياضي لحمام لمف مع الاتحاد المنستيري ومع الملعب الجيبسي. زوج لقاءات أخيرة كان فيهما التعادل وأيضا تسجيل الأهداف. واليوم غائب الأهداف إلى حد الآن سواء على الملعب التونسي أو على الشبيبة. والكرة مقطوعة كالعادة لياس الجلاسي عكس الهجومات وبناء الهجمات بالنسبة للملعب التونسي. لكن الكرة مقطوعة من أيكالي تراوري. ترجع الكرة أيمن الأسفاقسي. أيمن الأسفاقسي. أسفاقسي يمشي بالكرة مع محمد المتيري. العودة للخلف كرة دائما للملعب التونسي. البحث عن المساندة من أيمن الأسفاقسي. ترجع رامي بوشنيبة خليها الحارس مرماه علي الفريوي. الحارس الشاب للشبيبة القيروانية علي الفريوي. يرجع على الكرة علي الفريوي طويلة تجاوز دائرة وسط الميدان. فالاستقبال موجود حسام بنينة. والكرة لمروان اللاميهوبي. يرجع حسام بنينة مع لاعب الشبيبة القيروانية محمد العويشي. يلعب الكرة طويلة مقطوعة من علي بن دحنوس. يرجع على الكرة في وسط الميدان. مخالفة ظهر الكرة الأخيرة. مخالفة تمشي للملعب التونسي. الكرة تعود بامتلاك للملعب التونسي. عودة لمروان اللاميهوبي حامل القميص رقم 5 اللي دخل في هذا الشوط الثاني متكون في الملاعب الفرنسية. الكرة للظهير الأيسر نضال الليفي. نضال الليفي يتعدى الليفي يعطي الكرة دائما للملعب التونسي لحمزة الهمامي. يتيح الهمامي والمخالفة مرة أخرى. مرة أخرى ضربة المخالفة. استفاقة جمهور الملعب التونسي أكيد تستمعون لأهات الجمهور أكيد جمهور البقلاوة من موشات الملعب التونسي ديما معاها ديما في التشجيع كيف كيف جمهور الشبيبة. ولو أنه العشرات من جمهور الشبيبة حاضر في مباراة اليوم في ملعب المنزة. وهذه الإعادة لضربة المخالفة الأخيرة. وكالعادة الياس الجلاسي على كل الكرات. ممكن يكون التصويب المباشر لأنه كرة أقرب نوعا ما من المخالفات اللي تعدت. وأيضا ممكن يكون التوزيع سواء للقائم الأول أو للقائم الثاني. ضربة المخالفة على الكرة الياس الأجلاسي أمامكم حمل القميص رقم 10. التجربة كانت في الترجي ثم العودة للملعب التونسي. كان سجل مخالفات مباشرة مع الترجي. نشوفوا اليوم كيفاش باش يتصرف الياس الأجلاسي مع الكرة الأخيرة. يلعب كرة تضرب في حائط الدفاع وتمشي دون استغلال للملعب التونسي. قلت إلى حد الآن ما تمش استغلال كبير للكرات الثابتة. غضب محمد المكشر على طريقة توزيع الكرة الأخيرة. وهذا مفهوم لأنه مخالفة
استناو ممكن ملاعبية الملعب التونسي يعني يكون التوزيع خاصة في القائمة الثانية، ولكن كرة الياسر الجلاسي تمشي مخطئة، ترجع الكرة في وسط الميدان للشبيبة القيروانية، مقطوعة للأيمن الصفاقسي من الملعب التونسي والمراوغة، يمشي الصفاقسي، يمشي الصفاقسي يتعدى في منطقة الجزاء أيمن الصفاقسي، يخرج الكرة ولا التدخل؟ التدخل من رياض الفريوي، مازال اختار للملعب التونسي، اش يقول الحكم مخالفة، مخالفة للشبيبة في لقطة أخيرة طالب من خلالها لاعبية الملعب التونسي بمواصلة اللعب، ولكن موجود هذه الإعادة، شوف ممكن لمس اليد كان موجود على حمل القميص رقم 13 في تشكيلة الملعب التونسي محمد بن علي، وضربة المخالفة حاليا ترجع للشبيبة القيروانية، هذه الإعادة للمراوغة الأخيرة من أيمن الصفاقسي مع رياض الفريوي، يتعدى لكن الفينيش ما كانش موجود للقطة الأخيرة، كرة المخالفة بسرعة تتنفذ للملعب التونسي، موجود على الكرة حسام بنينة اللي سبق له وتقمص أزياء الشبيبة القيروانية، إلى حد الآن مع الملعب التونسي موجود في كل المباريات حسام بنينة، ونحبوها مباراة بنينة اليوم كيف ما قلنا بحلاوة البقلاوة والمقروض، ولأن إلى حد الآن ما شفناش فيها ممكن الأمور البدنية أكثر بين ملاعبي زوز فرق، وأيضا الأمور التكتيكية طاغية أكثر على تفكير الملاعبية وتوصيات لزوز مدربين، الكرة من حمزة حدة يلعب في الجهة اليمنى مع محمد بن علي، يمشي بن علي يلعب الكرة في اتجاه ربيع الحمري اللي يمشي للرواق الأيمن، ربيع الحمري ويجي أيمن الصفاقسي حاليا للرواق الأيسر، ترجع الكرة من جديد للملعب التونسي، ما يتعداش حمزة الهمامي، ما يتعداش الهمامي، الكرة ترجع في محور دفاع الملعب التونسي لمروان الميهوبي، مروان الميهوبي مازال محافظ على الكرة، ذكر غياب اليوم سيف الدين بن عكرمي، خلى ربيع اللافي يكون موجود في التشكيلة الأساسية، والكرة والتوزيعة طويلة في مناطق جزاء الشبيبة القيروانية، يخرج علي الفريوي، ياخذ الكرة علي الفريوي، أقل من 10 دقائق على نهاية الشوط الأول، وما زالت النتيجة متعادلة بيضاء إلى حد الآن، متعادلة على مستوى الفرجة، على مستوى الأهداف وعلى مستوى الفرص أيضا، لأنه إلى حد الآن ما شفناش برشا فرص بين زوز فرق، ترجع الكرة في التماس ولا يخلط على الكرة ربيع الحمري، ربيع الحمري يمشي الحمري قدامه وايكالي تراوري، شو يعمل بالكرة يحاول يراوغ ولكن ما يتعداش ربيع الحمري، وترجع الكرة لأبناء الشبيبة، الشبيبة في عكس الهجمة والكرة في وسط الميدان، في عكس الهجمة الشبيبة القيروانية، كرة على الجهة اليمنى صبري للزيدي، صبري للزيدي، الزيدي شو يعمل بالكرة يتعدى، لا موجود على الكرة نضال اللافي، نضال اللافي، كرة ترجع للشبيبة ما فماش الا مخالفة، ما زالت الكرة أيمن الصفاقسي يرجع للمناطق الدفاعية ياخو هو الكرة، وترجع لحمزة حدة إلى مروان الميهوبي إلى حارس مرماه قيس العمدوني، قيس العمدوني يرجع الكرة دائما في محور الدفاع، يمشي للكرة هذه حمزة حدة، يرجع من وسط الميدان حمزة حدة للمناطق الدفاعية، مرة أخرى كرة لحمزة حدة يبدل يرجع كليا على الجهة اليمنى، وين موجود حسام بنينة في محور الدفاع لليسر الجلاسي، الجلاسي البحث عن الحلول والحلول مفقودة، والعودة لمحور الدفاع إلى مروان الميهوبي، يمشي مروان الميهوبي يرفع كرة لجاك بيصان البنيني في منطقة الجزاء، كرة للملعب التونسي، يخرج الحارس علي الفريوي، يخرج علي الفريوي في لقطة أخيرة بحث من خلالها أيمن الصفاقسي على المباغتة، الكرة ترجع من جديد مقطوعة من مروان الميهوبي، مروان الميهوبي يقطع الكرة يمشي يرجع الحكم بضربة مخالفة، يقول مخالفة لمحمد العويشي لاعب الشبيبة القيروانية، هدف وحيد لمحمد العويشي لحد الآن هذه الإعادة، كان سجلوا الجولة الرابعة ضد الملعب الجابسي، كرة المخالفة المرة هذه للشبيبة القيروانية بعد ما تعدت كرات الملعب التونسي، ضربة المخالفة موجودة على الكرة سليم باشا يخليها، يرجع سليم باشا وأيضا بوشنيبة للمحور الدفاع، كرة المخالفة أكيد أنه سيكون التوزيع في منطقة الجزاء بالنسبة للشبيبة القيروانية، ما زلنا ننتظر الحلول لزوز مدربين، لزوز جمعيات ولملاعبية لزوز فرق، التصويبة
ضعيفة، التصويبة الأخيرة للشبيبة القيروانية، أيمن الساقسي حاب يخلط على الكرة قبل ما تمشي لرمي بوشنيبة، ولكن بوشنيبة يحطها في التماس بسرعة لنضال اللافي. اللافي يرجع بالكرة لمروان اللاميهوبي، مروان اللاميهوبي يرجع بالكرة لحسام بنينة باتجاه حمزة حدة، يمشي حمزة حدة يقرب أكثر من جاك بيسون، جاك بيسون يرجع لمروان اللاميهوبي، مروان اللاميهوبي طويلة كرة الميهوبي ولكن دون عنوان، موجود دفاع الشبيبة القيروانية، ترجع الكرة مروان اللاميهوبي، الميهوبي الميهوبي ثم المخالفة، ثم المخالفة في لقطة أخيرة، عدم رضا صبري الزايدي على القرار بالنسبة للحكم عامر الشوشان، هذه الإعادة مرة أخرى بين مروان الميهوبي وصبري الزايدي، في الأخير الحكم عامر شوشان يقول الكرة بمخالفة ويعطي إنذار، الكرة ترجع من جديد لصالح الملعب التونسي، مقطوعة في وسط الميدان، لا يرجع ياخوها الياس الجلاسي، الياس الجلاسي ربيع الحمري، محمد بن علي، بن علي عنده الكرة، يرجع بالكرة للياس الجلاسي، الجلاسي بدل كليا للجهة اليسرى إلى نضال اللافي، نضال اللافي، اللافي شو يعمل بالكرة، يحاول يتعدى أمامه صبري الزايدي، يتيح وضربة المخالفة، يتيح وضربة المخالفة بعد التدخل الأخير من صبري الزايدي، مباراة داخل المباراة بين نضال اللافي وصبري الزايدي لحد الآن، هذه الإعادة مرة أخرى والمرور من الظهير الأيسر للملعب التونسي، والكرة يربح من خلالها ضربة المخالفة، المخالفة للملعب التونسي. شفنا مخالفات من وسط الميدان، مرة هذه مخالفة على يمين الحارس رياض الفريوي، كيفاش باش يتصرف الملعب التونسي مع ضربة المخالفة والتنفيذ من ربيع الحمري، المرة هذه تغيير المنفذ وضربة المخالفة وانتظارات لاعبية الملعب التونسي من كرة أخيرة قد تأتي بالجديد في مباراة اليوم، 40 دقيقة لعب، 5 دقائق على النهاية، 5 دقائق قد تتغير فيها المعطيات، كرة ترجع، البحث عن التصويب، ما يصوبش الياس الجلاسي، كرة يمشي يخلط عليها جاك بيسون ولا لا، ما يخلطش جاك بيسون، ترجع الكرة من رياض الفريوي، رياض الفريوي مخطئ الكرة، رامي بوشنيبة طويلة دون عنوان، يخرج قيس العمدوني، يخرج العمدوني في خطة ليبيرو ويرجع الكرة، أيمن الساقسي موجود في موقع التسلل، موقع التسلل، سقوط في التسلل بالنسبة لأيمن الأسفاقسي، ممكن على الصورة أيمن الأسفاقسي هدف البطولة إلى حد الآن، 3 أهداف صحبة مهاجم النجم الساحلي المصري عمرو مرعي، ولو أنه عمرو مرعي لعب 5 لعب الجولة الخامسة البارح مع النجم الرياضي الساحلي والتعادل مع الملعب الجابسي، اليوم أيضا بإمكان هدف البطولة أيمن الأسفاقسي التسجيل، بإمكان أيضا لاعبي الشبيبة التسجيل، يعني فقط ننتظر الأهداف، هدف في مباراة اليوم ممكن يخلينا نشوفوا مباراة أخرى، ممكن يخلينا نشوفوا فرجة أخرى في ملعب المنزع، والكرة لحسام بنينة، بنينة يمشي بالكرة ترجع له من جديد من ربيع الحمري، يلعب الكرة في وسط الميدان، العودة لمحور الدفاع، الحلول غير موجودة، توجه نحو مروان اللاميهوبي، مروان الميهوبي، الميهوبي يلعب كرة طويلة لجاك بيسون يعمل كنترول الياس جلاسي، ما يصوبش الياس جلاسي، ترجع الكرة فوق المرمى، فوق المرمى وتدخل من علي الفريوي، علي الفريوي حارس الشبيبة القيروانية في كرة أخيرة يستنجد بخبرته ويحط الكرة في الركنية، كلاكات يحط بها كرة في الركنية، هذه الإعادة، مروان الميهوبي يعطي كرة لجاك بيسون، كنترول بصدر من جاك بيسون، الياس الجلاسي ما يخوش الكرة ولكن تصويبة أخيرة، وجود علي الفريوي، وجود الفريوي في التصويبة الأخيرة ينقذ الشبيبة من هدف أول، قلت أنه هدف المباراة ممكن يخلي اللاعبية بنسق آخر، ممكن يخلي المباراة أيضا بوجه آخر، ولكن إلى حد الآن حارس الشبيبة يقول ممنوع على التسجيل، والكرة ترجع بركنية جديدة للملعب التونسي، ضربة الركنية في انتظار أنه يكون سلامات حارس الشبيبة القيروانية علي الفريوي. الجولة الرابعة جي اس كا كانت تعادلت مع الملعب الجابسي 1-1، والملعب التونسي هذه الإعادة مرة أخرى للتصويبة الأخيرة من حمزة حدة، الملعب التونسي كان ربح الإفريقي 4-1 في ملعب رادس. الجولة القادمة جي اس كا يستقبل اتحاد تطاوين، والملعب التونسي يستضيف اتحاد بنقردين، وكرة المخالفة أو ضربة الركنية عفوا،
الركنية على يسار علي الفريو بعد التدخل الأخير تتنفذ كرة في القائم الأول ترجع من أيكالي تراوري في اتجاه صبري الزايدي. الزايدي يتيح والتماس يرجع للملعب التونسي أولا المساعد يقول للشبيبة القيروانية. المساعد الثاني اسكندر جبالة يقول رمية التماس تعود للشبيبة القيروانية ومخالفة ضربة المخالفة. إشارة الحكم تقول ضربة مخالفة تتنفذ بسرعة. ثنائية رامي بوشنيبة اللاعب السابق للترجي الجرجيسي موجود مع الشبيبة القيروانية. طويلة كرة من حارس المرمى علي الفريوي ما يخوهاش العويشي اللي يجي أيضا ويبدل الرواق الأيمن. كرة ترجع من نضال اللافي إلى مروان اللاميهوبي. مروان اللاميهوبي طويلة كورته مقطوعة من حمزة الربعي ولكن مرة أخرى كرة ضائعة من الملعب التونسي فيها مخالفة. المخالفة لمتوسط ميدان الملعب التونسي أمامكم على الصورة الياس الجلاسي. كرة بسرعة في دفاع الملعب التونسي. الكرة تتنقل بسرعة من الدفاع إلى وسط الميدان إلى الهجوم للملعب التونسي ترجع حسام بنينة. الياس الجلاسي بمفرد قريب من دائرة وسط الميدان يخلط علي الكالي تراوري يبدل الكرة كليا يمشي شيكول الحكم ثم التسلل. التسلل قبل ما يوصل على الكرة حمزة الهمامي ثم التسلل ورفع الراية أمامكم على الصورة. والسقوط الأخير للاعب الشبيبة القيروانية علي بن دحنوس بعد الالتحام الأخير. عامر دربيل أمامكم على الصورة يخمم يفكر في انتظار الشوط الثاني أقل من دقيقتين على النهاية. عامر دربيل اللاعب السابق للشبيبة وأيضا الترجي مسيرة تدريبية صحيح ماهيش طويلة ماهيش كبيرة لكن درب في نادي كرة القدم بالحمامات اتحاد سليانة على الحدود السعودي والمدينة الليبي كان مساعد أيضا لمراد العقبي في الملعب الجابسي. ترجع الكرة حاليا طويلة في وسط ميدان الملعب التونسي يخرج للمساندة. دفاع الملعب التونسي لحد الآن متماسك تقريبا ولا كرة تعديت وصلت لحارس المرمى قيس العمدوني وهذه الكرة في منطقة الجزاء. الزل اختار للشبيبة القيروانية والتدخل التدخل للملعب التونسي. قلت انه الدفاع الى حد الان متماسك مركز تقريبا نفس الشيء بالنسبة للشبيبة القيروانية لانه مباراة الى حد الان تغلب عليها الامور الدفاعية اكثر من المسقة الهجومي. وكرة تعود مرة اخرى الى نضال اللافي. اللافي يلعب الكرة مع حمزة حدة يدور بالكرة حمزة حدة ويعطي الكرة حسام بنينة إلى محمد بن علي يمشي بن علي يقدم يلعب الكرة دائما لصالح الملعب التونسي. حمزة الهمامي همامي يلعب الكرة مع الحمري ما توصلش ترجع الكرة مقطوعة لحمزة الهمامي مرة أخرى. الكرة ما توصلش لأيمن الاسفيقسي لكن ترجع الياس الجلاسي يوزع كرة والتدخل من الدفاع. الضغط في اللحظات الأخيرة من لاعبي الملعب التونسي. جاك بيسون يرتكب المخالفة. جاك بيسون يرتكب المخالفة على حمزة الربعي أمامكم على الصورة. البنيني جاك بيسون اللاعب السابق للنادي الإفريقي لقوافل القفصة للنادي البنزرتي والترجي الجرجيسي. الكرة ترجع بضربة مخالفة خصوص دقائق وقت بديل أمامكم على الصورة يرفعها الحكم الرابع أسامة شريط. الدقيقة الأولى تعدت والدقيقة الثانية حاليا بعد ال 45 ولو أن إلى حد الآن مباراة ممكن لو كان نزيدوا فيها حتى ربع ساعة في هذا الشوط الأول ما نشوفوا برشا فرص وممكن ما نشوفوش حتى الأهداف. ولا الكرة ترجع حاليا بامتلاك للملعب التونسي في الثواني الأخيرة من هذا الشوط الأول. تتنفذ كرة المخالفة بسرعة الياس الجلاسي يبدل كليا لمحمد بن علي يعمل الكنترول الممتاز. كرة دائما للملعب التونسي. الشبيبة في الانتظار. الملعب التونسي في صنع اللعب وكرة داخل منطقة الجزاء. أيمن الصفيقسي. أيمن الصفيقسي كرة ضربت 6 أمتار ولا ركنية. ركنية يقول المساعد الثاني اسكندر الجبلة. كرة الأخيرة أيمن الصفيقسي جاب منها الركنية. كرة قد تكون الأخيرة هذه الإعادة بين الصفيقسي ورامي بوشنيبة. والتدخل من رامي بوشنيبة يحط الكرة في الركنية. الكرة الأخيرة في هذا الشوط الأول باعتبار وصولنا للدقيقة الثانية بعد ال 45 والحكم كان أضاف دقيقتين. كرة الركنية ركنية جديدة للملعب التونسي التنفيذ في القائمة الثانية. يخرج علي الفريوي يخرج الفريوي يخرج الفريوي ومعاه الحكم عامر شوشين يعلن عن نهاية الفترة الأولى ونهاية ال 45 دقيقة أولى
بالتعادل دون اهداف. شوط اول في الحقيقه ما شفناش فيه برشا كفوره، ما شفناش فيه برشا فرجه على الاندفاع البدني اكثر، ولكن شوط ثاني ان شاء الله نامل ان تكون فيها اكثر فرجه واكثر تشويق والاهداف ايضا. ان شاء الله ملتقانا مع بدايه الشوط الثاني والعوده لاستوديوهاتنا المركزيه. من ملعب المنزه نجدد التحيه لكافه مشاهدي القناه الوطنيه الثانيه. مباراه الملعب التونسي والشبيبه القيروان في شوطها الثاني بعد شوط اول متعادل دون اهداف. 45 دقيقه اولى ما شفناش فيها في الحقيقه برشا فرجه، ما شفناش فيها برشا كوره، وحتى الفرص ما كانتش موجوده كيف ما كنا نستناوها. صفر مقابل صفر في مباراه من الجوله الخامسه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم لحظات، وينطلق الشوط الثاني. نذكر بالزوز تشكيلات الشبيبه اليوم: علي الفريوي في المرمى مع علاء حمدي بن دحنوس، حمزه الربعي، رامي بوشنيبه، سليم باشا، اي كالي تراوري، رياض الفريوي، محمد المتيري، محمد العويشي، صبري الزايدي، وحسن المناعي الاحتياط، شرف الدين الغذاوي، مصعب ساسي، ياسين الصالحي، سيف الدين المسكيني، اسامه الرمضاني، هيثم العيوني، وبلال الحربي. بالنسبه للملعب التونسي، المباراه بداها بقيس العمدودي في المرمى، وهنا ثم تغيير في تشكيلة الشبيبة القيروانية. يخرج اللاعب رقم 8 رياض الفريوي، ويدخل اللاعب رقم 19 في التشكيلة سيف الدين المسكيني في وسط الميدان. قلت الملعب التونسي مع قيس العمدوني، محمد بن علي، نضال اللافي، جاسر الخميري كان خرج وعوضه، مروان الميهوبي، حسام بنينه، حمزة حدة، حمزة الهمامي، الياس جلاسي، أيمن السفاقسي، ربيع الحمري، وجاك بيسان اللي عنده الكرة حاليا. بالنسبة لاحتياط البقلاوة، عزيز السلامي كحارس ثاني، معاه محمد صالح المهذبي، أيمن الكثيري، محمد مبارك، حمزة الخضراوي، وهيكل الشيخاوي. يدرب الملعب التونسي محمد المكشر في خمس مباريات وهذا الموسم، وفي الجهة المقابلة عامر دربال مع الشبيبة القيروانية، أول مباراة رسمية لي كمدرب للشبيبة. ترجع كرة حاليا للشبيبة القيروانية، التوزيع في منطقة الجزاء، وترجع مقطوعة الكرة من دفاع الملعب التونسي. مواجهة تحمل من الأرقام عدد 71 بين الزوز فرق. تاريخيا الملعب التونسي هو الأفضل، 27 انتصار مقابل 12 فقط للشبيبة القيروانية، والتعادلات هي الصفة الأبرز بين الزوز فرق، 31 تعادل إلى حد الآن. ترجع الكرة حاليا في منطقة الجزاء للشبيبة القيروانية، التصويبة وترجع من الدفاع، تصويبة أخيرة كانت من سيف الدين المسكيني. سيف الدين المسكيني اللي يعوض كيف ما قلنا رياض الفريوي. ترجع الكرة للشبيبة القيروانية، نسق إن شاء الله يرتفع في هذا الشوط الثاني، إن شاء الله نشوفوا الأهداف. هذه كرة ولا تدخل قبلها الحكم عامر شوشان، يقول ضربة مخالفة لحارس الملعب التونسي قيس العمدوني. وعلى فكرة طاقم تحكيم المباراة عامر شوشين من رابطة سوسة، مساعد أول محمد بكير، مساعد ثاني اسكندر جبلة، حكم رابع أسامة شريط، ومراقب المباراة محمد المدب. صفر مقابل صفر إلى حد الآن. نذكر الملعب التونسي قبل مباراة اليوم مرتبة ثانية بعشر نقاط صحبة النادي الصفاقسي، ثلاث انتصارات وتعادل. بالنسبة للبقلاوة والشبيبة القيروانية مرتبة 11 بثلاث نقاط مع الجليزه. قبل هذا كره للملعب التونسي في الرواق الايمن للتوزيعه في منطقه الجزاء، يخرج الحارس، يخرج الحارس علي الفريوي. كانت توزيعه ممتازه من حمزه الهمامي، ولكن في المكان المناسب علي الفريوي. ارجع الكره للشبيبه القيروانيه، مقطوعه للملعب التونسي، كره حمراء وخضراء في وسط الميدان. يمشي مروان الميهوبي، الميهوبي يتعدى، الميهوبي يلعب الكره محمد بن علي، محمد بن علي شكول المساعد الاول. ترجع الكره بامتلاك للشبيبه القيروانيه، الكره ستعود للشبيبه القيروانيه. على الكره امامكم على الصوره اللقطه الاخيره والاعاده، وضربه التماس ترجع للشبيبه. كره خضراء وبيضاء من علاء بن دحنوس، علاء بن دحنوس يلعب الكره في اتجاه محمد العويشي، يخويش العويشي، يرجع الملعب التونسي، ويرجع الشبيبة ياخذ الكرة من سيف الله المسكيني. كرة مقطوعة في وسط الميدان، الكرة في وسط الميدان، الملعب التونسي يرجع، حمزة الهمامي ياخذ الكرة إلى محمد الميهوبي أو مروان الميهوبي، مروان الميهوبي يمشي بالكرة للنضال اللافي، نضال اللافي طويل الكرة على ربيع الحمري،
وكرة ترجع بتماس للشبيبة القيروانية. التماس للشبيبة والمباراة إلى حد الآن في شوطها الثاني ما زالت متعادلة. الكرة أرجع للملعب التونسي. الملعب التونسي كيف ما قلنا أنه شوط أول كان يحاول الوصول لمرمى الشبيبة، كان لعب الضغط على المناطق الدفاعية للشبيبة، ولكن دفاع الشبيبة كان متماسك وواقف كما يجب أيضا في شوط أول. هذا ما خلى النتيجة متعادلة. هذه كرة ولا تسلل، رفع الراية، رفع الراية من المساعد الأول محمد بكير على البنيني جاك بيسون. جاك بيسون موجود في موقع تسلل. هذا على الصورة علي الفريوي حارس شبيبة القيروان. كرة المخالفة الأخيرة ولا التنفيذ للشبيبة. كم على الشوشين يقول والعب الكرة من مكانها. الاستعداد لرفع الكرة ولعب ضربة المخالفة. كان بالشبيبة ممكن يبحث أكثر على نقطة التعادل أو على مجاراة نسق الملعب التونسي والانتظار في مناطق الدفاعية وعكس الهجومات. بالنسبة للملعب التونسي لحد الآن ينطلق شوفوا من الدفاع مرورا بوسط الميدان بالياس الجلاسي إلى المناطق الهجومية، خاصة مع استغلال سرعة ربيع الحمري وأيمن الصفاقسي. الكرة الياس الجلاسي يرجع لمروان اللاميهوبي. طويلة كرة مروان اللاميهوبي في منطقة الجزاء. يخرج الحارس، يخرج الحارس علي الفريوي. خروج علي الفريوي يرجع الكرة بسرعة. طويلة كرة علي الفريوي في محور دفاع الملعب التونسي. الكرة محمد بن علي خريها، خليها تخرج. رمية التماس، التماس للملعب التونسي. الحكم كالعادة حاسم وحازم في مكان لعب الكرات. محمد بن علي الى جنب حسام بنينه، يلعب الكره مع حسام بنينه. العوده لحارس المرمى قيس اليعقوبي. قيس العمدوني، قيس العمدوني يمشي، يمشي بالكره لمروان الميهوبي. مروان الميهوبي مدافع الى حد الان قاعدين نكتشفوا فيه مروان الميهوبي، معوض جاسر الخميري. ترجع الكره طويله كيف ما جات. موجود دفاع الملعب التونسي كالعاده. الدفاع بالنسبة للملعب التونسي لحد الآن واقف في المكان المناسب. نضال اللافي رجع الكرة إلى قيس العمدوني. قيس العمدوني، العمدوني يرجع الكرة طويلة لمحمد بن علي بالراس. يلعب الكرة مع أيمن الصفاقسي. الصفاقسي مقطوعة من رامي بوشنيبة. بوشنيبة يرجع الكرة دائما للشبيبة القيروانية. الشبيبة اللي يستغل ممكن تقدم الملعب التونسي وتلعب الكرة لألكالي. الكالي في وسط الميدان. كرة ترجع دائما للشبيبة القيروانية. رياض الفريوي، الفريوي ما فماش مخالفة يقول الحكم، والمخالفة ترجع للملعب التونسي. ترجع الكرة للملعب التونسي رغم غضب جماهير الملعب التونسي والمطالبة بالإسراع. هذه الكرة والإعادة والتدخل الأخير أمام الكرة كان موجود محمد المكيري من جانب الشبيبة القيروانية. كرة حاليا للياس الجلاسي مع أيمن الصفاقسي. يمشي الصفاقسي قبل ما تخرج للتماس. أيمن الصفاقسي يلعب الكرة دائما للملعب التونسي. الملعب التونسي البحث عن التوغل خاصة. كرة من محمد بن علي، التوزيع ودون عنوان، غير موجود جاك بيسون في المكان المناسب، ولكن مازال اختار للملعب التونسي. ومازالت الكرة للبقلاوة أمام الجي اس كا ولا التماس. التماس بعد التدخل الأخير من حمزة الربعي. أفضل الكرة في التماس. ترجع الكرة للملعب التونسي لحسام بنينة. بنينة اللي سبق له تقمص أزياء الشبيبة القيروانية. والكرة مقطوعة بمخالفة. المخالفة ترجع المرة هذه للشبيبة القيروانية. استنينا الأهداف إلى حد الآن، استنينا الفرص. وصلنا تقريبا إلى 8 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، ولكن تقريبا نفس الأمور مقارنة بالشوط الأول. ضربة المخالفة للشبيبة القيروانية بسرعة من سليم باشا في مناطق الملعب التونسي. يمشي على الكرة محمد العويشي. على التوزيع من دحنوس في منطقة الجزاء. ما ثماش مخالفة حسب إشارة الحكم. ما ثماش المخالفة حسب إشارة الحكم عامر شوشان. ممكن كان المطالبة بضربة جزاء ونشوفوا الإعادة، ولكن الحكم عامر شوشان هذه الإعادة توزيعت على بن دحنوس.
في منطقة الجزاء على أنه موجود الدفع أولا من نضال اللافي. الحكم يقول يتواصل اللعب ويأمر بمواصلة اللعب، وكرة حاليا للملعب التونسي أيمن الصفاقسي، يمشي يتعدى الصفاقسي في منطقة الجزاء، كرة للملعب التونسي يضيعها أيمن الصفاقسي، يضيع الكرة أيمن الصفاقسي، ممكن بحط على الفرديات أكثر من أنه يلعب كرة جماعية، ولكن موجود مدافع على الشبيبة، موجود مدافع على الشبيبة، فرصة بفرصة في اللحظات الأخيرة، وإن شاء الله الفرص هذه تأتي بالأهداف، إن شاء الله نشوفوا الأهداف. محمد المكشر يوصي لاعبيته من الجهة المقابلة أيضا عامر دربال، هذه الإعادة، شوف أيمن الصفاقسي حب يعمل المراوغة، ولكن التواجد في المكان المناسب، وترجع الكرة دائما للملعب التونسي، الضغط على حامل الكرة بالنسبة للملعب التونسي، ترجع الكرة ما فيهاش مخالفة مرة أخرى في وسط الميدان للبقلاوة، البحث عن محمد بن علي، بن علي مازال محافظ على الكرة، يرجع لياسر الجلاسي، الجلاسي قدمه الكالي تراوري، يلعب الكرة مع أيمن الصفاقسي بين ثلاثة ملاعبية ممتازة، الصفاقسي يتعدى الصفاقسي في منطقة الجزاء، يتيح أيمن الصفاقسي، يتيح على الصفاقسي، والكرة دائما للملعب التونسي، ايش يقول الحكم المرة هذه المخالفة؟ المخالفة قريبة من منطقة الجزاء بعد التدخل الأخير على حمزة الهمامي، الكالي تراوري على الكرة الأخيرة، هذه الإعادة، شوف المردود والامتياز لأيمن الصفاقسي بين زوز اللاعبية، يخلط على الكرة، في الحقيقة الكرة كان ممكن يستغلها أفضل، أيمن الصفاقسي يطالب بضربة جزاء هنا، يخلط على الكرة، حمزة الهمامي، وتدخل الكالي تراوري في الوقت المناسب والمكان المناسب. ضربة المخالفة في موقع ممتاز للملعب التونسي. مش بعيدة برشا على منطقة الجزاء، يمشي للتنفيذ على الكرة نضال اللافي، نضال اللافي موجود على ضربة المخالفة أمام زوز ملاعبية من الشبيبة القيرونية، الكالي تراوري هو أيضا محمد المتيري، محمد المتيري وتراوري في حائة الدفاع، وتنفيذ المخالفة من نضال اللافي، يحط الكرة في مكانها، 11 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، 56 دقيقة لعب في المباراة. نضال اللافي يرفع الكرة، والتدخل من دفاع الشبيبة القيروانية، التدخل وكرة ترجع لليسار الجلاسي، يخرج اليسار الجلاسي طويلة، موجود الحارس علي الفريوي، موجود علي الفريوي في المكان المناسب، 25 سنة لحارس الشبيبة، مترو 86 طول قامته، يمكنه من خروج تقريبا في كل الكرات الثابتة، وكرة ترجع حاليا في وسط الميدان مقطوعة للشبيبة القيروانية، والمخالفة، المخالفة ممكن لقطة أخيرة كان ينجم يتفاداها حامل القميص رقم 33 حمزة حدة، علي بن دحنوس يحكي مع حكم المباراة، هذه الإعادة والتدخل كان ممكن يكلفه الإنذار لاعب الملعب التونسي، الكرة ترجع حاليا زوز اللاعبية في الشبيبة القيروانية مهدين بالإنذار الثالث، هما المتيري والعدامي اللي غايب اليوم على المباراة في الحقيقة، وفي الجهة المقابلة قيس العمدوني حارس الملعب التونسي في رصيد الانذارات إلى حد الآن في خمسة جولات، انذار ثالث يخليه يغيب على المباراة القادمة، ولكن الملاعبية الكل إلى حد الآن في الحقيقة روح رياضية كبيرة، ما شفناش ممكن مناوشات، ما شفناش كلام برشا مع حكم المباراة، وضربة المخالفة حاليا ملعويشي في منطقة الجزاء، يخرج قيس العمدوني، يخرج يضيعها قيس العمدوني مرة الأولى ومرة الثانية، التدخل من الدفاع، التدخل من الدفاع، خروج كان خاطئ من قيس العمدوني، والشبيبة القيرونية كادت تستغل الكرة، هذه الإعادة، شوف قيس العمدوني ممكن من ثماش تفاهم مع خط الدفاع، ولولا تدخل محمد بن علي لكانت الكرة قيروانية، ترجع كرة لتماس كالعادة، تماس طويل للشبيبة القيروانية من حمزة للربعي في منطقة الجزاء، التدخل وعودة الكرة، ترجع كرة طويلة للملعب التونسي مقطوعة من علاء بن دحنوس، على بن دحنوس يقطع الكرة، ولكن أيضا يصلح الملعب التونسي، وترجع من جديد على بن دحنوس يدخل منطقة الجزاء، التدخل من الدفاع، التدخل من الدفاع، قيس العمدوني مخطئ الكرة والتصويب، هدف أول، هدف أول، رياض الفريوي، رياض الفريوي يستغل سوء تمركز حارس المرمى ويسجل الهدف الأول في توقيت بالضبط 55 دقيقة لعب وأكثر نوعا ما 58 دقيقة لعب، 1-0 الشبيبة تباغت الجميع، الشبيبة تسجل الهدف الأول
في الشوط الثاني قلنا انه ننتظر فيها الاهداف وننتظر فيها الاعاده. هل هو محمد المتيري عم رياض الفريوي؟ هذه الاعاده مره اخرى، شوف اعاده الكره، قيس العمدوني يعني يرجع الكره وقتها في وسط الميدان، والتصويب والتسديد كان من محمد المتيري. محمد المتيري في 58 دقيقه لعب. هذه الاعاده مره اخرى، والكره الاخيره اللي جابت هدف اول للشبيبه القيروانيه. محمد المتيري يباغت الجميع، محمد المتيري يسجل اول الاهداف، وشوط ثاني باش يكون احلى اكيد واروع خاصه بتسجيل الاهداف. قلت وحكيت انه مباريات الشبيبه والملعب التونسي دائما ما كانت فيها الاهداف، والهدف يجي حاليا من محمد المتيري. سيناريو اخر في المباراه، كيفاش باش يتصرف عامر دربال مع التقدم، وفي الجهه المقابله محمد المكشر مع التاخر في النتيجه. الملعب التونسي في الجوله الماضيه كان متاخر في النتيجه امام الافريقي 1-0، ثم رجع وسجل رباعيه، كان متاخر في النتيجه امام الترجي ورجع وعدل النتيجه. ننتظر سيناريو اليوم وننتظر مباراه اليوم وننتظر كيفيه التصرف بالنسبه للمدربين. الامور التكتيكيه هامه وهامه جدا، واكيد انه الشبيبه حاليا باش ينكمش اكثر، باش يرجع اكثر للمناطق الدفاعيه مع استغلال الهجومات المعاكسه. ترجع الكره، الكره للملعب التونسي. حمزه حده كان عنده الكره الى مروان الميهوبي، توزيع في منطقه الجزاء، كره للملعب التونسي، ما زالت ما خرجتش، لا تخرج الكره تماس، تخرج التماس بعد التدخل الاخير من محمد بن علي. وترجع الكره مره اخرى للشبيبه القيروانيه، يقلب المعطيات الشبيبه قبل اللعب، واستغل الكره وخطا باندفاع الملعب التونسي وحارس المرمى وسجل الهدف الاول في المباراه. حمزه الخضراوي الورقه البديله الثانيه اللي مش تكون موجوده بعد قليل، تغيير ثاني بعد تغيير اول اضطراري، جاسر الخميري كان خرج ودخل مكانه مروان الميهوبي، والتعويض بعد قليل. قبلها كرة دائما للملعب التونسي، محمد بن علي قص الميدان بالارض، يرجع الى حسام بنينه، حسام بنينه الكره للخلف وين موجود محور الدفاع كالعاده، يمشي مروان الميهوبي الى جانب عوده حمزه حده، شوف في محور الدفاع حمزه حده يلعب الكره مع حسام بنينه، حسام بنينه يلعب الكره مخطئه مقطوعه من الكالي تراوري، الكالي تراوري كره للعويشي، العويشي يعكس الهجمه للشبيبه القيروانيه، يمشي دائما كالعاده الشبيبه مع حسين المناعي، الكره للتماس للملعب التونسي بسرعه، يسرع الملعب التونسي، كره لحمزه الهمامي الى حسام بنينه، يلعب الكره مع حمزه حده، حمزه حده يبدل كليا لليسار وين موجود مروان الميهوبي، مروان الميهوبي يمشي الميهوبي يرفع الكره الميهوبي، ولكن موجود الدفاع يصلح الكره الكالي تراوري، ترجع مره اخرى مقطوعه من حمزه الهمامي لحسام بنينه، حسام بنينه كره للياس الجلاسي والمخالفه، المخالفه للملعب التونسي، والتغيير قادم، تغيير ثاني يخرج الياس الجلاسي، الياس الجلاسي اللي عنده الكره حاليا يحب يلعب هو ضربه المخالفه، ولكن الياس باش تغادر الميدان مع دخول حمزه الخضراوي. حمزه الخضراوي ياخذ مكان الياس الجلاسي، تغيير بالنسبه للمدرب محمد المكشر، حمزه الخضراوي ياخذ مكانه. كان سجل هدف ضد الملعب الجابسي حمزه الخضراوي، والكره باش تمشي بضربه المخالفه، علي الفريوي ينبعهم لاعبيته باحترام الامطار القانونيه ايضا، وايضا بعدم ترك المسافه بينه وبين لاعبيه الملعب التونسي. كره المخالفه، التنفيذ من نضال اللافي، يلعب كره مقطوعه للشبيبه القيروانيه، يرجع الكره حسين المناعي، التماس ولاش يخلط على الكره، يخلط على الكره قبل التماس، وترجع كره للشبيبه القيروانيه، حسين المناعي، المناعي، المناعي ايش يعمل بالكره؟ ما زلت عنده كره في منطقه الجزاء، ينتظر المساندة. قلت ان الشبيبه سيستغل الهجومات المعاكسه وتقدم لاعبي الملعب التونسي للمناطق الهجوميه، والكره هنا فيها مخالفه على اشاره من المساعد الاول، انه الكره فيها مخالفه
لصالح الملعب التونسي. ترجع الكرة بسرعة في محور الدفاع، دائما وفي الملعب التونسي تقريبا لنفس التكتيك لحد الآن. الملعب التونسي اللي يبدا الهجمه من الدفاع مرورا بوسط الميدان، ما شفناش برشا الاعتماد على الكرات الطويله من جانب الملعب التونسي في هذا الشوط الثاني. الكره تقدم، نذكر الشبيبه القيروانيه سجلت هدف منذ قليل عن طريق محمد المتيري في 58 دقيقه لعب. كره تعود حسام بنينه يلعب كره طويله في منطقه الجزاء، جاك بيسان يعمل الترويض، ترجع دائما لصالح الملعب التونسي، تمشي كره للملعب التونسي، البحث عن المخالفة للحكم يقول يتواصل اللعب، ترجع الكرة لمحمد بن علي، بن علي مازالت عنده الكرة اليمنى للصفاقسي، محمد بن علي في منطقة الجزاء، تدخل من الدفاع، التدخل من رامي بوشنيبة في المكان المناسب. ترجع الكرة من جديد للشبيبة القيروانية، الكرة لمحمد العويشي يعكس الهجمة، كرة امشي لرياض الفريوي للعويشي مرة أخرى، العويشي مازالت عنده الكرة، يطلب حسين مناع الكرة، تصويبة في جانب المرمى، بعيدة التصويبة الأخيرة دون عنوان من محمد العويشي. ترجع الكرة لصالح الملعب التونسي، وتغيير في تشكيلة الشبيبة، خروج حسين المناعي اللاعب الشاب 18 سنة ودخول ياسين الصالحي صاحب القميص رقم 29. من مده ما شفناش ياسين الصالحي، يرجع للميادين حاليا بعد ما كان بعيد على الشبيبه القيروانيه في المباريات اللي تعدات. عوده ياسين الصالحي اللاعب السابق للترجي الجرجيسي والشبيبه والنادي الرياضي لبنزرتي قبل الالتحاق بالشبيبه القيروانيه. كره تتنفذ بسرعه من قيس العمدوني، يتحمل جزء كبير من هدف اول للشبيبه القيروانيه، وعدم التفاهم مع دفاعه، وترجع الكره حاليا دائما لصالح الملعب التونسي في وسط الميدان. ياخذ كره حمزه حده مع حسام بنينه مازالت عنده الكره، مروان اللاميهوبي يطلب الكره في الجهه اليسرى، يمشي الكره لمروان الميهوبي يلعب كره طويله في منطقه الجزاء، جاك بيسون يعمل الترويض ولكن الكره ما توصلش للصفاقسي، ترجع كره للشبيبه القيروانيه، يمشي على الكره العويشي، الخروج للتماس، التماس للملعب التونسي، ولا ان شاء الله تهدى الامور، كره كانت عاديه ما ثماش علاش، يمكن اللقطات الاخيره الزايده اللقطات الاخيره والانذار يرفع الحكم عامر شوشان للزوز لاعبين اكيد. لرقم 17 في الملعب التونسي حمزه الهمامي ولمحمد العويشي من جانب الشبيبه القيروانيه. هذه الاعاده مره اخرى لفرصه او للهدف اللي سجله الشبيبه القيروانيه، خطا في ارجاع الكره والتصويبه ولا اروع من محمد المتيري، كره في المرمى وهدف اول الى حد الان متقدم به الشبيبه القيروانيه امام الملعب التونسي في ملعب المنزه. الشبيبة في ضيافة البقلاوة اليوم في ملعب المنزه، وتقدم الآن في انتظار المباراة وفي انتظار نهاية التسعين. هذه توزيعة داخل منطقة الجزاء والتدخل، كرة ترجع لياسين الصالحي، يرجع بالكرة للعويشي، كرة مخطئة يا أخوها حسام بنينة، يرتفع النسق، الملعب التونسي الكل في الكل من أجل التعديل. الشبيبة القيروانية واقفة كما يجب دفاعيا، استغلال الهجومات المعاكسة واستغلال تقدم لاعبية الملعب التونسي. كرة تعود لحسام بنينة يقدم بالكرة، يمشي يربح أكثر الأمتار، يقدم في الميدان، ما فماش مخالفة، غير موجودة المخالفة، والتماس للشبيبة القيروانية، جمهور الملعب التونسي غير راضي على الأداء لحد الآن، خاصة أنه الملعب التونسي كان الأقرب ممكن في الشوط الأول للتسجيل، ولكن المدرب عامر دربال ممكن اقرا كما يجب افكار محمد المكشر. هنا تغيير، الخروج لحمزه الهمامي ودخول محمد مبارك اللاعب الموريتاني في تشكيله الملعب التونسي. ترجع الكره، قلت انه المكشر يلعب الكل في الكل حاليا، محمد مبارك وايضا موجود جاك بيسون، ايمن الصفاقسي، يعني الامور الهجوميه للملعب التونسي هي اللي يبحث عليها المدرب محمد المكشر في اللحظات الاخيره. كره المخالفه هذه الاعاده، ايمن الصفاقسي ياخذ الكره
امام ايكالي تراوري، ايكالي تراوري وايضا حامل القميص رقم 19 سيف الدين المسكيني، والمخالفه يمشي للتنفيذ محمد مبارك، مش يلعب ضربه المخالفه بالثقه اليسرى، وعامر شوشين يحكي مع لاعبيه الشبيبه القيروانيه باحترام الامتار القانونيه، وضربه المخالفه غير موجوده، الاستغلال الى حد الان للملعب التونسي للكرات الثابته، التوزيعه بالراس فوق المرمى، فوق المرمى الراسيه الاخيره والمخالفه الاخيره، ما ثماش استغلال في الحقيقه من حمزه الخضراوي امامكم على الصوره، وضربه المخالفه هذه الاعاده مره اخرى، التوزيعه والراسيه فوق المرمى، راسيه فوق المرمى وترجع الكره للشبيبه القيروانيه، تويل الكره في مناطق الملعب التونسي لاستقبال بالراس من محمد بن علي الى ربيع الحمري، ربيع الحمري يقرب اكثر لوسط الميدان، ربيع الحمري حاليا ترجع الكره دائما للملعب التونسي، يسعى للتحديد للملعب التونسي، في المقابل فريق واقف كما يجب دفاعيا، كره في منطقه الجزاء يخرج علي الفريوي، يخرج الفريوي، يخرج الفريوي قبل جاك بيسون، قبل ما يوصل البنيني على الكره ياخذ الكره جاك بيسون، خلطت عليها الحارس علي الفريوي، 25 دقيقه لعب في هذا الشوط الثاني، والنتيجه 1-0 للضيوف للشبيبه القيروانيه، هدف تسجل في شباك الملعب التونسي من محمد المطيري، كره من قيس العمدوني طويله، محمد مبارك بالراس مع جاك بيسون كنترول ممتاز الى ربيع الحمري، يمشي ربيع الحمري من اجل صناعه ربيع الملعب التونسي في مباراه اليوم، النتائج ورديه في جولات تعديت ولكن اليوم متاخر في النتيجه، الكره للشبيبه القيروانيه يلعب الهجمه المعاكسه، يمشي الكره في اتجاه رياض الفريوي، رياض الفريوي للعويشي، العويشي يلعب الكره على اليمين وين موجود حمزه الربعي، حمزه الربعي يلعب الكره مع اللاعب اللي دخل منذ قليل، اللاعب ياسين الصالحي، ولكن كره تعود مره اخرى وضائعه طويله من دفاع الشبيبه القيروانيه الى المناطق الدفاعيه للملعب التونسي، صاحب الهدف الوحيد امامكم على الصوره محمد المطيري على ارضيه الميدان، ان شاء الله السلامات، قلت انه الشبيبه القيروانيه ما تربحش الملعب التونسي من ديسمبر 2013، وايضا مره وحيده الفوز كان في تونس موسم 95-96، حتى الموسم الماضي كانت السيطره للملعب التونسي، الفوز ذهابا وايابا 2-1 و3-0، ونستناو اليوم رده الفعل من الملعب التونسي، ايضا التصرف من الشبيبه القيروانيه، عامر دربال على الصوره، اول مباراه لي كمدرب رسمي للشبيبه القيروانيه، يخمم يفكر ويبحث عن الحلول للخروج بالثلاث نقاط ولتحقيق اول انتصار في البطوله، في الجهه المقابله ايضا محمد المكشر اللي عنده 5 مباريات الى حد الان في الرابطه المحترفه الاولى، محمد المكشر ايضا عنده الاسلحه نتاعو، عنده افكاره وعنده تغييراته، ممكن نشوفوا الربع ساعه الاخيره تكتيكيه اكثر وربع ساعه اخيره فيها جرينتا اكثر من لاعبي تونس فرق، باعتبار انه فريق يبحث عن تعديل النتيجه، هو فريق يحب يحافظ على النتيجه في ما تبقى من زمن هذه المباراه، ترجع الكره لمحمد بن علي، يمشي محمد بن علي يلعب الكره مع محمد مبارك، يمشي مبارك اللاعب الموريتاني مبارك، ولا عوده من الدفاع، العوده من الدفاع وقت اللي كان جاك بيسون يستنى في كره، يستنى في تصويبه، يستنى في لمسه في المرمى، موجود الدفاع، موجود دفاع الشبيبه القيروانيه، وضربه المخالفه هذه الاعاده، شوف محمد مبارك يعمل لاسيست ولكن جاك بيسون اسبق منه الدفاع. علي الفريوي مره اخرى في حوار مع لاعبيه الدفاع، اليوم برشا مخالفات للملعب التونسي، ما كانش ثم استغلال كبير، يرجع للميدان محمد المطيري سلامات، وترجع الكره بضربه مخالفه كالعاده، مبارك في تنفيذ الكره، الموريتاني محمد مبارك في تنفيذ المخالفة على يسار الحارس علي الفريوي، الكل في كل الملعب التونسي من أجل التعديل ودفاع الشبيبة كله في المناطق، ترجع الكرة دون عنوان، التصويب أو لا، ما زالت الكرة للملعب التونسي وما زال اختار للبقلاوة، البحث عن الموسندة غير موجودة، الموسندة وكرة لمحمد مبارك، مبارك مبارك يعمل المراوغة الأولى والثانية، يحافظ على الكرة لا يفقدها، وترجع الهجمة للشبيبة القيروانية، فيها مخالفة، فيها مخالفة، الكرة الأخيرة
فيها ضربة مخالفة والإنذار لربيع الحمري. الإنذار لربيع الحمري ما تماشى علاش يعني مثل هذه اللقطات، يلزمنا نتعلم في كرتنا أنه وقت اللي ثم مخالفة وقت اللي يلزمك تخلي الكرة تخلي الكرة. هذه الإعادة إطناب من المراوغات من محمد مبارك عكس الهجمة والتدخل من ربيع الحمري والمخالفة، كان ممكن يتفادى الإنذار وترجع الكرة طويلة إلى ياسين الصالحي. الصالحي مع نسق مرتفع في اللحظات الأخيرة يفقد الكرة، يتيح ياسين الصالحي، تتعدى الكرة دائما للملعب التونسي، يمشي جاك بيسان قبله رامي بوشنيبة، يخول الكرة رامي بوشنيبة رجعها للملعب التونسي، مقطوعة في دفاع الملعب التونسي لمحمد بن علي. بن علي قدامه العويشي يضغط عليه، يمشي بالكرة في اتجاه حمزة حدة. حمزة حدة هو مروان اللميهوبي، مروان اللميهوبي يلعب الكرة هي نضال الليفي، نضال الليفي، نضال الليفي شو يعمل بالكرة؟ يبحث عن المساندة يلقاها مرة أخرى لأيمن الأسفيقسي لنضال الليفي للتماس، كرة تخرج للتماس أسبق من اللعب، أسبق من الجميع، رمي التماس خارج الميدان والمباراة في شوطها الثاني أفضل من ناحية النسق، 75 دقيقة لعب في المباراة، ربع ساعة أخيرة هل تأتي بالجديد؟ هل تأتي بمزيد من الأهداف سواء للملعب التونسي أو للشبيبة؟ المفيد أن نشوفوا الأهداف، أن نشوفوا الفرجة، هي ما زالت بداية البطولة، ما زلنا في الجولة الخامسة، يعني النتائج صحيح مهمة ولكن أيضا الفرجة والمتعة والانتظارات من المشاهدين والمتابعين. على الكرة لمحمد مبارك قبله موجود على بن دحنوس، يخلي الكرة للستة أمتار، يخلي الكرة 6 أمتار، تدخل من الموريتاني محمد مبارك يحط الكرة ضربة 6 أمتار للشبيبة القيرونية وللمساعد يقول مخالفة، مخالفة هذه إعادة مرة أخرى للقطة أخيرة والمرور والعملية الفنية بسقين اللاعب والكرة مرة أخرى فما هنا الحكم المساعد والحكم الأول يتدخل يمشي بشيعة الإنذار للاعب قاعد يقوم بالحركات الإحمائية. لاعب قاعد يقوم بالحركات الإحمائية هو اللي يتحصل على الإنذار، يعني في كرتنا نجم نشوفوا كل شيء، الإنذارات، الورقات الحمراء حتى للملاعبية اللي مازالوا ما دخلوش للمباراة، يعني فريقك منتصر صحيح تضيع الوقت لكن أيضا يلزم نحترمه أكثر الميثاق الرياضي. الشبيبة قادر على تسجيل الهدف الثاني، الملعب التونسي قادر على العودة، وكل فريق وحساباته وكل فريق وتكتيكه وكل فريق وملاعبته كيفاش باش يتصرفوا مع الوقت اللي مازال مع الربع ساعة الأخيرة في المباراة. الكرة ستعود برمية التماس من علي بن دحنوس، علي بن دحنوس يلعب رمية التماس أمامكم على الصورة، عامر دربال أيضا وتوصياته المتواصلة، كرة ترجع للشبيبة القيروانية، العويش يحاول يتعدى، موجود محمد مبارك، العودة للموريتاني ياخذ الكرة وعكس الهجمة للملعب التونسي، الكرة لحمزة الخضراوي، الخضراوي مازال محافظ على الكرة، غير موجودة الحلول، يمشي بكرة لمحمد بن علي، محمد بن علي مرة أخرى العودة لمحور الدفاع إلى حسام بنينة، مروان اللميهوبي يمشي، مروان اللميهوبي يقرب أكثر يلعب الكرة لجاك بيسان، يعمل الكنترول جاك بيسان ولكن غير موجودة المساندة، لاعبية الملعب التونسي بعاد شوية على بعضهم ممكن في الناحية الهجومية، الاعتماد على الكرات الطويلة فيما تبقى من زمن هذه المباراة، الكرة لمحمد مبارك والتماس للملعب التونسي، تماس للملعب التونسي وسقوط لاعب الشبيبة القيروانية على بن دحنوس قائد الفريق على أرضية الميدان، يطلب النقال الحكم عامر شوشان. 27 انتصار في السابق للملعب التونسي مقابل 12 للشبيبة القيروانية، هل يكون الانتصار عدد 13 للشبيبة أم أنه يرجع الملعب التونسي بتعادل عدد 32، أم أنه المباراة مازالت فيها أكثر ومازالت فيها الفرجة ومازالت فيها الأهداف؟ ننتظر كيف ما قلنا، بدينا نقرب أكثر من الدقائق الأخيرة من الوقت الحاسم في المباراة، وحمل هذه الإعادة مرة أخرى للقطة الأخيرة، وحمل لاعب الملعب لاعب الشبيبة القيروانية أمامكم على الصورة، على بن دحنوس خارج الميدان، كرة التماس للملعب التونسي، ملاعبيته كل في مناطق الشبيبة القيروانية وملاعبية الشبيبة كلهم في مناطقهم للدفاع للمحافظة على التقدم، والكرة فيها مخالفة مرة أخرى، كان نحسب المخالفات تاع الملعب التونسي نلقاو تقريبا أكثر من 15 مخالفة ولكن دون استغلال. الكرة وضربة المخالفة كالعادة على الجهة اليسرى، ديما موجود الموريتاني
محمد مبارك باش يلعب كرة المخالفة. الحكم المساعد الأول يحكم عم لاعبي الشبيبة لاحترام الأمطار القانونية. محمد العويشي وأيضا الكالي تراوري. مازلنا ننتظر التنفيذ. محمد مبارك يعطي الحكم إشارة التنفيذ، يرفع على الكرة في القائمة الثانية. مش بعيدة الكرة، مش بعيدة كرة محمد مبارك على مرمى علي الفريوي. أمامكم على الصورة اللاعب الموريتاني، والمخالفة كادت تتغالط الجميع، تعديت أمام المدافعين والمهاجمين وحتى حارس المرمى. ممكن ما كانش ينتظر أن الكرة باش تكون قريبة من الزاوية 90 من القائم الأيمن. شوف هنا لو كان جات ممكن في المرمى كنا نشوفوا هدف ممتاز. 1-0 إلى حد الآن للشبيبة القيروانية. وقوف كما يجب لدفاع الشبيبة، متقدم 1-0. يعني قلت أنه عامر ديربيل تكتيكيا إلى حد الآن حاسم، إلى حد الآن عارف كيفاش موقف فريقه في المقابلة. الملعب التونسي حاول بكل ما أوتي من جهد، عمل المخالفات، ارتكب المخالفات شبيبة القيروان، ما استغلهاش كما يجب الملعب التونسي. أيضا استاد حاولت عن طريقة التوغلات الجانبية من اليمين من اليسار من محور الدفاع، ولكن دون جدوى إلى حد الآن. هذه كرة لمحمد بن علي، يوزع الكرة في منطقة الجزاء، يأخذ كرة أيمن الشخصي بالرأس، ترجع جاك بيسو قبله، موجودة للدفاع، ترجع الكرة من حمزة للربعي، يحطها في التماس، من حمزة الربعي للتماس خارج الميدان، وكرة التماس ترجع للملعب التونسي. الملعب التونسي يدخل مروان المهوبي أكثر للمناطق الهجومية. نشوفه في مروان المهوبي يقدم التماس للملعب التونسي بسرعة، يتلعب التماس في منطقة الجزاء، يرجع دفاع الشباب القيروانية. دائما الكرة مازالت للملعب التونسي. هو التدخل من رامي بوشنيبة، التدخل من بوشنيبة. حسام بنينة يرتكب المخالفة هنا لاعب الشبيبة، لاعب ياسين الصالحي، وترجع كرة للملعب التونسي. استاد قاعد يحاول، قاعد يبحث عن المنافذ، ولكن ايضا في المقابل ثم دفاع متماسك، دفاع الى حد الان ما نجمش يفك شفرة ارقامه المهاجمين والمدافعين للملعب التونسي. التوزيع على جاك بيسو، اش يقول الحكم؟ ما فماش بينالتي، ما فماش ضربة جزاء حسب الحكم عامر شوشان. والتصويبة فوق المرمى، التدخل من الدفاع والتدخل من حارس المرمى، والكل قلت انه من اجل انه يضمن الانتصار الاستماتة الكبيرة من علي الفريوي في التصويبة الأخيرة. ننتظر الإعادة ومطالبة من لاعبية الملعب التونسي قبل هذا بضربة جزاء. رامي بوشنيبة يقول يدي ورا ظهري، والإنذار هنا، الإنذار ونشوفوا الحكم اللي قاعد يوزع في الإنذارات. إن شاء الله ما تحمرش الإنذارات، إن شاء الله نقعدوا مع الإنذارات فقط. يرجع الحكم عامر شوشان وننتظر التنفيذ. وهنا الإنذار لحمزة حدة، حمزة حدة مش ياخذ خلال إنذار في تشكيلة الملعب التونسي. ومازال على أرضية الميدان علي الفريوي بعد تصويبة أخيرة ممتازة، تصويبة أخيرة كانت رائعة. ومازال حكم المباراة عامر شوشان في حوار مع اللاعبين والتفسير بعد كرة أخيرة ومطالبة بلمسة يد في منطقة الجزاء والمطالبة بضربة جزاء. ننتظر الإعادة، هذه الإعادة. شوف مروان المهوبي يوزع الكرة في منطقة الجزاء، جاك بيسون يلعب الكرة، يد رامي بوشنيبة كانت موجودة، موجودة اللمس بالكرة، لكن هل أنه اعتبر اليد مغلقة؟ أنه اعتبر أنه يد رامي بوشنيبة قريبة من بدنه، هذاك علاش ما صفرش المخالفة والضربة الجزاء، وبعدها جات التصويبة. شوف الكرة وشوف التصويبة وشوف التألق من حارس المرمى علي الفريوي. لحظات أخيرة ممتازة بين الزوز فرق، والتصويبة ولا أروع، وتدخل ممتاز أيضا من الحارس علي الفريوي. نعود لضربة الركنية، ومحمد مبارك على الصورة. محمد مبارك في لعب ضربة الركنية للملعب التونسي، يرفع الكرة في القائمة الثانية. تدخل مرة أخرى والركنية، التدخل والركنية. الملعب التونسي كان قريب من التعديل، ولكن موجود الدفاع، دفاع الشبيبة القيروانية، وكرة أخيرة ينقذ فيها الموقف. يمشي بركنية أخرى لصالح الملعب التونسي. ضربة الركنية للبقلاوة، ترفع الكرة في القائم الأولى، تدخل من الدفاع، التدخل من الدفاع والعودة
من دفاع الملعب التونسي للمعدل الهجومية. قلت أن كل اللاعبين تقريبا في مناطق الشبيبة القيروانية، والمخالفة ترجع للشبيبة، المخالفة للشبيبة قبل 6 دقائق من نهاية التسعين، 84 دقيقة لعب في المباراة، ما زالت الشبيبة متقدمة 1-0. والإنذار هنا، الإنذار لصبر الله الزايدي، إنذار جديد في المباراة وكثرة الورقات في هذا الشوط الثاني وخاصة في الدقائق الأخيرة، وهذا مفهوم. الشبيبة تحاول تحافظ على النتيجة، الملعب التونسي يبحث عن تعديل النتيجة، وكرة في محور دفاع الملعب التونسي، يتدخل محمد بن علي، تماس يرجع للشبيبة القيروانية، التماس للشبيبة القيروانية، يمشي على بن دحنوس للتنفيذ في انتظار تغيير ثالث بعد شوية. أسامة الرمضاني شوف فيه قريب من عمر دربال، والكرة لمحمد العويشي، العويشي يوزع كرة في منطقة الجزاء، والمطالبة بضربة جزاء مرة أخرى من الشبيبة القيروانية، ولكن عامر شوشان يقول يتواصل اللعب، وترجع الكرة للملعب التونسي، مقطوعة للشبيبة القيروانية في وسط الميدان، يرجع للكرة محمد اللاميهوبي. النسق مرتفع في هذا الشوط الثاني، ومباراة في الشوط الثاني أحلى وأجمل وأروع من شوط أول، ما شفناش فيه إلا الرطابة إلا الاندفاع البدني. يمشي بالكرة مروان الميهوبي للملعب التونسي في منطقة الجزاء، والتدخل مرة أخرى، التدخل مرة أخرى من سليم باشا، سليم باشا هو الباشا الأخير في منطقة الجزاء، والتعويض حاليا في تشكيلة الشبيبة القيروانية. أسامة الرمضاني مكان صاحب الهدف الوحيد، مكان اللاعب محمد المتيري اللي كان سجل الهدف في 58 دقيقة لعب. هذه الإعادة للقطة أخيرة طالب من خلالها الشبيبة بضربة الجزاء، أقل من 5 دقائق على النهاية، ويخرج محمد المتيري، يدخل أسامة الرمضاني. تحية من جمهور الشبيبة للاعب صاحب الهدف محمد المتيري، وترجع الكرة كالعادة، الميهوبي طويلة في منطقة الجزاء، محمد بن علي بالراس، يخرج الحارس، يخرج الحارس علي الفريوي، يخرج علي الفريوي في المكان المناسب، وترجع كرة مرة أخرى للشبيبة القيروانية. تسرع كبير في الحقيقة من ملاعبية الملعب التونسي، قابلته تركيز من ملاعبية الشبيبة القيروانية، وترجع الكرة مقطوعة لأيكالي تراوري، أيكالي تراوري يلعب الكرة في وسط الميدان، الشبيبة القيروانية مقطوعة لجاك بيسان، يعمل الكنترول مرة أولى ومرة ثانية، ويرجع لمروان الميهوبي، يمشي الميهوبي، يرفع كرة عالية الميهوبي، مقطوعة من حمزة الربعي، حمزة الربعي يحط الكرة في التماس، تماس يتنفذ بسرعة للملعب التونسي. حمزة حدة، العودة للميهوبي مرة أخرى إلى حسام بنينة، حسام بنينة البحث عن الحلول، البحث عن الحلول في منطقة الجزاء، ولكن موجودة للدفاع، تكتل دفاعي كبير من ملاعبية الشبيبة القيروانية، وعكس الهجمة حاليا للشبيبة القيروانية. كرة تمشي لصبري الزايدي، ما يخوهاش قبله مروان الميهوبي، ممتاز الكرة للملعب التونسي، الكرة للبقلاوة، أستاد يحاول، أجياسكا موجودة في الدفاع، والبقلاوة في الهجوم، وكرة مرتدة طويلة موجودة للتسلل، التسلل على المهاجم ياسين الصالحي. محمد المكشر، محمد المكشر يعطي توصياته لملاعبيته، يقول لهم ادخلوا اكثر للمناطق الهجوميه حسب الاشاره نتاعو، والكره ترجع دائما للملعب التونسي. التصويبه، التصويبه من جانب الملعب التونسي، تصويبه اخيره من ربيع الحمري، ولكن كره فوق المرمى، الكره فوق المرمى، والشبيبه القيروانيه قبل اقل من 3 دقائق ما زالت متقدمه في النتيجه 1-0، 1-0 بامضاء محمد المتيري، دقيقة 58 كان سجل الهدف. نرجع كرة عالية طويلة للكرة، التماس على ما يبدو كرة للتماس، بالفعل كرة للتماس، كرة للتماس، وصاحب الهدف كيف ما قلنا للشبيبة محمد المتيري في 58 دقيقة لعب. ربيع الحمري، ربيع الحمري العودة لمروان اللاميهوبي، مروان اللاميهوبي يمشي يقرب اكثر للرواق الايسر، يلعب كره طويله، الكرات الطويله لحد الان ما جابتش حتى فائده للملعب التونسي، ساعدت برشا دفاع الشبيبه القيروانيه، دفاع اللي عندهم لاعبيه طوال القامه، واللي ايضا قاعدين متمركزين في المكان المناسب، ويعملوا المحاصره اللاصقه لمهاجمي الملعب التونسي. الضغط على حامل الكره، هذا ما يخلي لاعبيه الملعب التونسي يلعبوا الكرات الطويله، ما
مقطوعة الكرة لمروان الميهوبي، يمشي الميهوبي يلعب الكرة في اتجاه ربيع الحمري، دائما الكرة لربيع الحمري موجود في منطقة الجزاء يحاول يستغل حاليا كرة أخيرة ويخرج علي الفريوي، يخرج علي الفريوي في اللقطة الأخيرة يتيح الفريوي أكيد أنه مازال باش ياخذ أكثر وقت للعودة للمباراة. كان التدخل الأخير على الحارس الشبيبة القيروانية علي الفريوي الحارس الأساسي هذا الموسم، حارس ممتاز في الحقيقة، شفناه الجولة الفارطة أيضا كان حاسم، وخمسة دقائق وقت بديل باش تكون موجودة في المباراة مع وصولنا لل 89 دقيقة لعب حاليا في المباراة. خمسة دقائق هل تأتي بالجديد؟ هل يعدل الملعب التونسي؟ هل يحافظ الشبيبة القيروانية على التقدم؟ محمد المكشر ماذا عساه يفعل في خمسة دقائق؟ شنية التوصيات اللي نجم يعطيها لملاعبيته في خمسة دقائق متبقية؟ والكرة باش ترجع للشبيبة القيروانية. نذكر أنه قبل مباراة اليوم على بقلاوة مركز ثاني بعشر نقاط، صحبة السي اس اس الشبيبة مرتبة 11 بثلاثة نقاط، صحبة الجليزة ثلاثة تعادلات وهزائم وهزيمة، غير موجودة الانتصارات إلى حد الآن في بطولة هذا الموسم بالنسبة للشبيبة اللي يبحث عن أول ثلاثة نقاط، والملعب التونسي اللي يبحث عن تفادي الهزيمة الأولى في الموسم بعد ما عمل ثلاثة انتصارات وتعادل. قلت أنه خط الهجوم بالنسبة للبقلاوة سجل في كل المباريات هذا الموسم، ولكن في مباراة اليوم إلى حد الآن سيام مهاجمي الملعب التونسي على التهديف في المقابل ثلاثة مباريات متتالية لهجوم الشبيبة القيروانية اللي يصلوا فيها للمرمى الفريق المنافس. ترجع الكرة مقطوعة ولا مخالفة بإشارة من عامر شوشان حكم المباراة وفات للتسعين، ودخلنا في الوقت البديل، الوقت البديل اللي قدر الحكم بستة دقائق، ستة دقائق بعد ما كانت الانتظار انه خمسة دقائق، ستة دقائق يضيفها ممكن بعد سقوط الحارس علي الفريوي، الرأي يستقر على ستة دقائق كوقت بديل في المباراة، يعني ننتظر ستة دقائق أخيرة بعد التسعين، ستة دقائق أخيرة من خلالها الملعب التونسي مازال ضاغط هجوميا، والشبيبة القيروانية مازالت متماسكة دفاعيا. كرة لربيع الحمري إلى محمد مبارك يرفع الكرة، جاك بيسون بالراس، جاك بيسون بالراس، موجود الحارس علي الفريوي، موجود علي الفريوي في المكان المناسب، هذه الإعادة والرأسية، وعلي الفريوي موجود كيف ما قلنا في مكان اللي خلاه ياخذ الكرة بسهولة. ترجع كرة دائما للشبيبة القيروانية والتوزيعة في منطقة الجزاء، كرة ضائعة ياسين الصالح، والهدف الثاني، الهدف الثاني للشبيبة القيروانية، الشبيبة تنهي المباراة، ياسين الصالحي، ياسين الصالحي يرجع للتهديف، يرجع لأجواء المباريات ويسجل هدف، أكيد هدف باش يعطي ثلاثة نقاط للشبيبة القيروانية. اليوم دفاع الملعب التونسي أوت من المباراة، زوز أخطاء كلفت وزوز أهداف، وياسين الصالحي لا يرحم في منطقة الجزاء، هذه الإعادة، شوف الكرة ولا التوزيعة من أسامة الرمضاني، مخطئ الإرجاع مرة أخرى من دفاع الملعب التونسي، وبكرة في المرمى، تصويبة أخيرة من ياسين الصالحي ينهي بها المباراة ويخلي المباراة في 2-0 حاليا. فرحة جمهور الشبيبة الحاضر هنا في ملعب المنزه، ياسين الصالحي يعطي التفوق للشبيبة القيروانية بعد هدف أول من رياض الفريوي. الحكم مازال يمشي لربيع الحمري يحكي معاه ويتواصل اللعب وتتواصل المباراة، ونرجع للمباراة في توقيت بالضبط 90+3 حاليا. إن شاء الله جمهور البقلاوة ما يوصلش في مثل التشنجات الموجودة هنا في ملعب رادس، القوارير قاعدة تنهال على المنصة الصحفيين وأيضا على الجهة اليسرى وين موجود بعض العشرات من جمهور الشبيبة. الكرة ضربت المخالفة، ضربت المخالفة تتنفذ ترجع من دفاع الشبيبة في المنطقة الجزاء، جاك بيسون، جاك بيسون يرجع الكرة وين التصويبة، التدخل، التدخل، وما زالت الكرة، ما زال اختار للملعب التونسي، ترجع الكرة بهجمة معاكسة للشبيبة القيروانية، يمشي للشبيبة في هجمة معاكسة، تخرج الكرة للتماس، تخرج الكرة للتماس، ثلاثة دقائق أخيرة بعد التسعين، ثلاثة دقائق كان سجل فيها الشبيبة القيروانية هدف قاتل،
هدف 90+3 من ياسين لصالحي، كرة لجاك بيسان، جاك بيسان، جاك بيسان يوزع الكرة في منطقة الجزاء وترجع من الدفاع مرة أخرى، ترجع الكرة من سليم باشا، سليم باشا يرجع الكرة المرة هذه لمدافع الملعب التونسي مروان اللميهوبي، مروان اللميهوبي وكرة دائما لحمزة حدة. اللحظات الأخيرة من المباراة، والشبيبة القيروانية عرف كيفاش يستغل أخطاء الملعب التونسي اليوم، عرف كيفاش يلعب على أخطاء دفاع الملعب التونسي، وضربة جزاء، ضربة جزاء للملعب التونسي، ضربة الجزاء للملعب التونسي والحمراء، البطاقة الحمراء في مباراة اليوم شفنا فيها كل شيء، يعني مباراة اليوم ضربة جزاء أهداف وحتى البطاقة الحمراء حاضرة. نشوفوا شكون اللاعب اللي خذا الورقة الحمراء في تشكيلة الشبيبة القيروانية. اللحظات الأخيرة مثيرة، حمل القميص رقم 2 هو اللاعب حمزة الربعي الظهير الأيمن، وضربة الجزاء للملعب التونسي، ضربة الجزاء للبقلاوة، ضربة الجزاء للملعب التونسي، والتنفيذ لربيع الحمري، ربيع الحمري في تنفيذ ضربة الجزاء في 90+5، في 90+5 هل يذلل البقلاوة؟ النتيجة هل يتصدى علي الفريوي؟ ننتظر تنفيذ، ننتظر تصويب، ننتظر تسديد. 2-1، 2-1 المباراة في 90+5، ربيع الحمري، ضربة جزاء ناجحة من ربيع الحمري، ربيع الحمري ذلل الفارق. دقيقة أخيرة في المباراة، أكيد أنه كل في كل بالنسبة للملعب التونسي من أجل التعديل، الشبيبة دقيقة أمامه فقط لإنهاء المباراة متقدم منتصر والثلاثة نقاط، ولكن المباراة مازالت فيها الكرة ومازالت فيها دقيقة، نجموا نشوفوا فيها هدف الدقيقة، نجموا نشوفوا فيها يعني استغلال لخطأ لكرة راجعة لحارس مرمى، ينجم يعمل كرة مخطئة أو خطأ حارس المرمى بطبيعة في كرة القدم يكلف هدف، وهذا اللي شفناه إلى حد الآن بالنسبة للملعب التونسي. ترجع الكرة طويلة في منطقة الجزاء، كرة التعادل، ضاع التعادل، ضاع التعادل على الملعب التونسي، ضاع التعادل على الملعب التونسي، من المباراة في آخرها مباراة شفنا فيها تقريبا في الدرج الاخر ما شفناهوش طيلة ال 90 دقيقة، 6 دقائق تقريبا تعداو الثواني الأخيرة، اللحظات الأخيرة، كرة الركنية تتنفذ في منطقة الجزاء تخرج، ومعها ينهي الحكم عامر شوشان المباراة بانتصار الشبيبة القيروانية أمام الملعب التونسي 2-1. مباراة مثيرة، مباراة مشوقة خاصة في لحظاتها الأخيرة، 2-1، 1-0 البداية لمحمد المكيري في 58 دقيقة لعب، ياسين الصالح يضعف النتيجة في 90+3، وربيع الحمري بضربة جزاء في 90+5، هذه واحدة من اللقطات الأبرز والأروع في المباراة، مباراة ممتازة، هذا اللي حكيناه أنه بين الشبيبة والملعب التونسي ديما ما نشوفوا أكثر فرجة، ديما ما نشوفوا تشويق، أربع مباريات أخيرة حضرت فيهم الأهداف، واليوم المباراة الخامسة على التوالي تحضر فيها الفرجة وتحضر فيها الأهداف ويحضر فيها الانتصار للشبيبة القيروانية أمام الملعب التونسي في تونس بالذات. هذه إعادة لضربة الجزاء اللي كانت في المباراة، وننتظر الاستجوابات وفرحة جمهور الشبيبة كنشوفوا اللقطة، هذه إعادة مرة أخرى لضربة الجزاء، ونذكر أن ورقة حمراء كانت للشبيبة القيروانية لحامل القميص رقم 2 حمزة الربعي. إن شاء الله المباراة تكمل على خير، لأنه زايد أنه نعملوا شوية شوشرة بعد نهاية المباراة. عندك الكلمة سامي، وأكيد عامر دربال من أسعد المدربين اليوم بعد الانتصار. شكرا لك شهير، نعرفوا عودة عامر دربال المدرب الأول بالنسبة للشبيبة القيروانية تزامن مع أول انتصار في الموسم، يظهر لي عامر اليوم انتصار مهم جدا للشبيبة القيروانية، نعرفوا تمر بظروف استثنائية، ويظهر لي ضرب عصفورين بحجرة واحدة، رجع عامر دربال للتدريب كمدرب اول الفريق وربح ثلاثة نقاط مهمه ومهمه، عرف كيفاش يلعب على غلات الملعب التونسي اليوم. بالنسبه لعامر دربال يظهر لي سافي 10 ans entraîneur
استحقتني شبيبه من عده مواقع، لعبت كلاعب، مدير رياضي، مناجر جنرال، اليوم رجعت يعني للموقع الحقيقي. سي تان ماتش يعني تري ديفيسيل تلعب على المونتال، سي تان ماتش تكتيك، عملنا ماتش كوريكت باش ما نقول سي تان ماتش بارفي. ريالمون يعني ستاد تونيزيا ما خلقتش بوكو ديزوكازيون، ممكن ضغط علينا بعد البونتو الثاني خاصه، لكن اجمالا يعني لعبنا ماتش كوريكت كما كنت نحكي لك، ولعبنا على اغلاط المنافس، سجلنا الهدف الاول، اكدنا بالهدف الثاني يعني ما جاش بالازار الهدف الاول. نحب نشكر ملاعبيتي الكل، نحب زاد شكر خاص لطرف الفني اللي خدم قبلي واللي ما نحبش نغيب ولا نقزم مجهوده، يعني خدمنا ثلاثة شهور مع بعضنا في اطار صعيب برشا. اليوم الميريت راهو يرجع للناس اللي خدمت من الاول، والعامر دربال بتات اليوم حتى الفلسفه نتاعو وحتى الاسلوب نتاعو وحتى الجرينتا اللي في كاركتيري مزروعه. نحب نشكر ملاعبيتي الكل، لعبوا يعني ماتش كبير، سيرتو معناها سي بلون مونتالي فيزيك. ان شاء الله هذه ديبي نتاع جي اس كا، لكن ما نحبش الاحباء الشبيبه سير ان ماتش يعني تمشي لبعيد، انا مازال عندنا نقائص، مازال عندنا خدمه، ان شاء الله الناس الكل تعاوننا والناس الكل تقف معنا. مشكور عامر دربيل المدرب للشبيبه الرياضيه القيروانيه. ومعنا ياسين الصالحي اللي تخلي منذ الشوط الثاني وسجل هدف ممتاز جدا للشبيبه الرياضيه القيروانيه، تعطي ثلاثه نقاط ثمينه للشبيبه. ياسين يذري الخبره مهمه جدا بالنسبه للشبيبه الرياضيه القيروانيه، هدف ثاني تقريبا اقضى على امل الملعب التونسي في العوده المقابل. والله صحيح، الحمد لله يا ربي نستنيو فيه برشا الفيكتور هذا، اول ماتش نرجع من اللي بدات السيزون مع اول ديمن مع اول فيكتوار واول بونتو ليا في السيزون هذه. الحمد لله يا ربي كنا مركزين وحبينا نجيبوا الفيكتوار من هنا من تونس وجبناه، والحمد لله وان شاء الله نكملوا كي ان شاء الله. يظهر لي وقت اللي يجي انتصار يعني في ظرف صعيب كما هكا وظروف استثنائيه يمر بها الملاعبيه ما ينجم كان يعطيهم حافز، انتم كملاعبيه يعطيكم حافز هذا ولا لا ياسين؟ والله صحيح، هذه كما نقولوا رد مباشر للمسؤولين وللجمهور الشباب، راهو عندكم جمعيه باهيه صغار وباهين، كملنا معاهم احنا الاكسبيريمونتي شويه انا ومصعب، وان شاء الله ان شاء الله جاي ان شاء الله يكون خير ان شاء الله، وان شاء الله الفيكتوري هذه خلينا نونشينيو ودي فيكتوار اخرين ان شاء الله. مشكور ياسين الصالحي لاعب للشبيبه الرياضيه القيروانيه، بصراحه ديما في كل تصريح باش نعاودوا اللي ما يصرحش راهم شو نقولوا، راه مدرب الملعب التونسي اليوم وقت الربح يصرح وقت الخساره ما يصرحش، ما فيها باس، راهو يلزم واحد وقت التصريحات راهي مهمه جدا بالنسبه للمدربين حتى للجمهور، مش للتلفزه التونسيه ولا لنبورت كي، راهو للجمهور يعرف، يحب يعرف الجمهور الاسباب نتاع الهزيمه نتاع فريقه، دونك يلزم المحلل الفني، والمحلل الفني يلزم يكون هو المدرب الأول للفريق. رجاء بعد كل تصريح ربح ولا خسارة ما يصير، ما فيها باس كي نصرحوا، خلي الجمهور يعرف الأسباب نتاع الهزيمة نتاع الفريق. ورجع لك الخط شهير. شكرا لك سامي. مباراة ينهيها الشبيبة القيروانية نذكر بالفوز أمام الملعب التونسي 2-1 بعد هدف محمد المطيري دقيقة 58، ثم ياسين الصالحي في 90+3 وضربة جزاء كانت ناجحة من ربيع الحمري في 90+5 مع ورقة حمراء لحمزة الربعي من الشبيبة القيروانية. هذا كل ما عندنا في مباراة اليوم، المباراة اللي بدأت ممكن سيئة نوعا ما فنيا، لكن في شوطها الثاني تحسنت أكثر وشفنا مباراة ممتازة. إن شاء الله المباريات الكل في القادم الجولات نشوفوا فيها الفرجة هذه والتشويق هذا مع نهاية النقل. تحية لكل الزملاء اللي كانوا موجودين معنا اليوم في ملعب المنزه، وأجمل تحيات شهير الكافي ليلتكم.